أهلين بالمختار، أهلين بالعقيد. الله يبارك بعمرك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبده. الله يبارك فيك. مبروك ابو عبده. الله يبارك فيك عديل اهلين وسهلين. وضح. وضح. شرف معلم. شو يا بطاي؟ جاهز؟ ايه لعيونك جاهز. يلا. الله يصلحك يا ابو وضاح على هالورطه. شو جايب كل اهل الحاره؟ يا سواد وشك يا ابو عبده من شباب الحاره، لو كنت عرفان بحسب حسابي. عاوز شي يا بي؟ لا يا بي، حسبت حساب الشباب برا. ايه لك، رجلي برا عم يضيف راحه وسكاكر. سكاكر؟ مين اجى السكاكر؟ سكاكر؟ طال شحن. منذ ايدكم يا جماعه، تفضلوا تفضلوا يا شباب، تفضل ابو وضاح بديلك. لا تواخذني يا ابو عبدو، انا الحلو ما بيواتيني والله. سلامة قلبك ان شاء الله. تفضلوا شيب. تفضلوا. امني شداشي امني. الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا علقمتي، مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح. وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه ايه وضح، اكيد هو. يا سلام، اوعي في نايم، في نايم. مجاري الهلا ونجيب. على قلبك بداشي، على قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار له؟ مي مي مي، شو صار له؟ رايح يروح الرجال بين ايدينا مي مي على الفلاح. يا ابو لطفي ضروري تقله صحتين يحتك. لا يخرب بيته، لو بيطلع بيته لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا له حيقول. صحوا صحوا صحوا. فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف، والله لو ما لطف الله ليروح أكيد على طائفة. واحد والله يا جماعة، واحد والله. صلوا على النبي واتركوا الزلمة بهمه يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من إيدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخدها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيد راسي، الله يكرمك والله ما في منك. اي والله ان شاء الله يا رب، وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا له ياهم. شو؟ لا سيد راشي، لا اكيد بيكونوا ناموا. شو فياهم؟ لا اعوذ بالله. اعطونا شغلنا نقطع الدم بس ساعتها. ابو جمال العيون عطوا خبطوا فوق. ايه الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبده. عيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، وهي قدام الشباب، دمي مهدور لك. صلي على النبي لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغلة بسيطة. اللهم صلي على النبي، عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضايب بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا رب يا رب يا جرح حاله. لك اعطونا شو شفت يا شباب. يا رب الله يسامحك. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خير شاهر؟ جرح وضح بالسيف. شو الحكي؟ وين والله؟ برا عقيد.
لا تجيب سيرة دم الكبارية. أمرك عقيد. يلا إذنكم يا جماعة. وين يا عقيد؟ شو في عقيد؟ مشوار صغير. يامو سمعتي صوت العراضة من شوي؟ ايه سمعتها. لمين هالعراضة يامو؟ ما بعرف. شو بكي يامو في شي؟ ما بعرف، قلبي قامطني، مشغول بالي على اخوكي. يامو انتي موسوسة، شو بده يصير له يعني؟ ما بعرف ما بعرف. يعني شو كان صار لو رحت مع كبارية الحارة وباركت لأبو عبده؟ ايه والله الجماعة ما بيتركونا، كل ما صار عنا شي بيجوا لعنا. خلاص بكرة بنقول عنده على المشغل وبارك له. إيه لا، لو رحت مع المختار والكبارية كان أوجه وأحسن. إيه ما بدي شوف حدا من بيت العياش وخاصة هذا العقيد وابن عمه شاهر. يعني يا رجال ما كنت تنسى هديك القصة؟ بيتهم وبطلوا يبيعوك يا شو يعني قامت القيامة؟ آخ لك الغلب صعب يا مرا صعب. ما بتذكر شو عملوا فيه بهذاك اليوم. بعنا بيتنا القديم وبعنا ذهباتك وتدينا مصاري وبالأخير قلبوا علي. ولكوا يا ريت استخدموا للبيت، خلوه مسكر 6-7 سنين، عملوا كل القصة هيك شكارة. الجماعة هيك أعلون ما بيحبوا يبيعوا أملاكهم، وأخوهم لما باعك البيت ما كان مشاورهم. خلاص خلاص خلاص، إيميني من سيرتهم. الله يرضى عليك، إيميني من سيرتهم. خلاص على مهلك. الله يصلحك يا أبو فهد. لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بإيدي لك وضاح، الله وكيلك مو بإيدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من إيدك ما تحملت. لك أنت ابن عمتي، يعني كمان السيف له أهله. واحد لازم تضل عينه على غريمه، مو عين فوق وعين تحت. لا لك صفوان، ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح أنا بعرفه قد وقدود. لك عم نحرك شو؟ ابن عمتي وبعرف قديش فضاي. حرك شي وضاح. عفاف شوفي بمعنى على السريع، سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك، مو وقت. امشي. ايه مين؟ ناصري. مين؟ ناصري شبك يا عمو شبك؟ لحمق اللحمق. وين لحمق؟ عقيد ابو ادهم. عقيد ابو ادهم. الله لا يوفقك يا تحسين ويبليك بقتلك بجاه كل من الوجع عند الله يا حق. يا مو ناصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمي بتقيتك لك امي. هدول جاب لك اياه هون العقيد ابو ادهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك امي؟ نمر لك امي. ما في لا ضبع ولا نمر، انا جنبك ليكني، لا تخاف. ضبع ونمر. يا لقامتي راح الولاد. لك امي ما في شيء ما في شيء، انا جنبك. منيح منيح. اه يا ربي انا ويا كله شقفه لحمي له من الصبح على لحم بطنه. ولي على قامتي. الله لا يوفقك يا ابو شرف. يا لك ابني انا امك. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ارتاح يا مرتاح، ارتاح حبيبي، ارتاح ارتاح. يلا يلا يا الله. لا الهي وانت شاهي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلغ كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو، بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا. شو هي ولد ما ولد؟ ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ أكيد سهران مع رفقاته الشباب، يمكن بالقهوة، لأنه الحكواتي اليوم بده يبلش بالتغريبة. يابي بيقولوا تغريبة بني هلال حلوة كتير، جيب لي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح، بس شوفي الله يرضى عليكي بجيب لك ياها، لكن بشرط بس تقريها بتقريها لأمك. لك شوفوا أنا بشو أنتو بشو. لا خلص شبنا روق لك جساز شبك. أهلين أبو أدهم. أهلين أبو أدهم. خير إن شاء الله ما في شيء؟ لا لا خير خير خير. يلا لا أفتح المضافة. لا لا ما في سوء. وضاح نجرح جرح صغير. شو؟ ما في شيء يا بي، شغلة بسيطة. طمن أبو وضاح، جرح بسيط. أخذته لعند مني على البيت وصفوان حط له دواء ولف له عن جرح. الله يطمنك. صفوان هلأ راح يوصله لشاهر كمان.
شاعر شبو. ويدا تركبي وراي. لا انا ما اركب غير مع وضاح. تركها صفوان، تركها تركب هلا، بس تجي زكيه تركب وراي. سميحه اركبي وراي لانه ما بركب معك، لانك ما بتعرف تركب على الفرس. تقبر قلبي ان شاء الله. يا ريت الجرح كان لايدي ولا لايدك. انا السبب، انا السبب يبعد لحم. لو ما تطلع لفوق مشان يشوفني ما كان انجرح. والله العمل اللي عملها شاهير ما بيعملوها غير القبضايات، مشان هيك يرضى عليكي تاخدي درب طريقك وتروحي بكرة لعند أم شاهير وبتشقي عليه. على رأسي. يلا تعال. مرحبا بياسير. أهلين مختار. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عم ياسين. طمني دخيلك، وضح كيفه؟ لا الحمد لله بخير، الله يحميلك المحروس ويفرحك فيه. الله يسلمك يا مختار، امرني. ما يؤمر عليك ظالم، بدي تشكيلة خضرة تبعتها لمعارف لأم مصري، وما تجيب سيرة قدام حدا. الله يرضى عليك، ربي يستر على الجماعة. الله يستر على جميع أمة محمد، الله يكتر خيرك يا كبير يا ابن الأكابر. لك انت الاصلي لك يا ابو ياسين، خلي لي اياك تبعت لي تشكيله على البيت وبعدين بحاسبك على الكل. تؤمر مختار على راسي. السلام يا ابو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. شباب الفخار. اهلين وسهلين مختار، بجلاله تقدروا عنا يا ميت مرحبا. تفضل تفضل. وعلى طول بالاحاطه نازل. الله يخلي لك، والله بدي اروح على الحاصل. شلونكم وشلون الصحه؟ الحمد لله بشكر. ابو محمد شلونه ابو رضا اليوم؟ الحمد لله منيح، هلا جيت من عنده صار احسن. ايه الحمد لله. وديبو عنده؟ ما عم يتركه بنوب الدور. بس وضح كيف صار، والله قلقنا عليه. لا الحمد لله جرحه خفيف وما بيخوف. الله لا يشغلكم بال على غالي إلهي، بيخليلكم أولادكم. أبو الفخر. أمرني مختار. معيتك بتنقيلي ثلاث دبايح مرتبة، وبيعاونك أبو محمد بتذبحوهن وبتعملهن حصص وبتوزعوهن على الفقرة والأيتام. تمر تمر يا مختار. أروق أبو جلدي، هاي المختار لك شغلي. فخري. روقنا مختار، أنا بحب أمزح معه. الله يعافي لك يا مختار. إن شاء الله بتفرح فيه. الله يخلي لكم حبايبكم إلهي. شي دراسي؟ ثلاث دبايح؟ ثلاث دبايح يعني؟ إيه ثلاث دبايح، مشان وضاح ومشان شاهر ومشان مصري. الحمد لله اللي ربنا سلمنا إياه. لكن مو كتير سيد راسي، ثلاثة والله كتير. لك مو كتير، هدول لوجه الله تعالى. شبنا ابن نجيب. سمعنا ابو الفخر؟ ثلاثة، لا دبيحة ولا دبيحتين، ثلاثة. شو بكم سيد راسي؟ شو حكينا؟ حكينا شي بضحي؟ ايه مختار، ابو نجيب له حصة شي. والله انت شو رأيك ابو الفخر؟ انا برأيي والله بلاها. انت الله لا يوفقك الهي. ليش ما شنو هديك المره بالقطايف يا دوب لحقناه تلحيق؟ انا خايف هلا مع اللحمه يبلع اصبعته. سيد راسي انا خليني اخذ حصتي، وقت اللي بيصرني شيء حضرتك لا تلحقني منيحه. مختار امور ابن نجيب. هلا يعني اذا الواحد اخذ القشه والروس والمقادم بينحسبوا حصه شيء؟ لا سيدي، بالنسبه لك الروس والمقادم والأشياء ما راح ينحسبوا حصة. أبو محمد يرضى عليك، بتعطوه الروس والمقادم والأشياء وحصة من اللحم فوق. تمر يا مختار على راسي. لك الله يديمك يا مختار، كتر خيرك إلهي. لك هلي بدي أفهمه، إنه مين بدي ينظف لك الأشياء إذا حرمتك مريضة وبناتك صغار؟ يحتك حريجة الشمي مركدا بدو يلاقي لهم بيعة. ليش البيعة سيد راسي؟ أنا منظفها براسي، منظفها يا حبيبي. والله أنا خايف يا جماعة يأكل الأشياء بخيرة. لك شلونها من نجي؟ الحمد لله بكتار، مو سيدك. لا منيحة منيحة. إيه الحمد لله. أم صفوان؟ ما تلاقي له دواء لابن نجيب يخفف من وجع المسكينة؟ يا بضح والله لقينا له دواء، قلنا له بكلف كم برغوت، قال لا خلونا على ورق الكينة. لكن لأنه هدول بيعطفون ببلاش، بيحب البلاش. خلاص لفة ابن نجيب. أبو صفوان أعطيه الدواء وعلى حسابي. على راسي يا بضح، تؤمر أنت. يلا السلام عليكم. عليكم الله السلام. الله يكرمك يا مختار. إن شاء الله صحة وعلا. تسلم عليك يا أمو. لك أمي يعني كان ضروري تجرح إيدك. ما قدرت يا مو، ما قدرت. هات عنك. بس بدي افهم شلون اجى من قلبك تشرح حالك؟ هذا وضح لك فهميه،
يعليم الله لو كانت الضربة جاية على صدره وقتلته كنت نحرت حالي على الحارق. يا عن قلبك ولي على قامتي. هلأ بيكونوا يا أمي بيت أم وضاح زعلانين منا. أنا والله والله ما بيهون علي بزعل أم وضاح. بس شو نعمل يا أمي؟ هذا أمر الله. معلش يا أمي معلش. بيت أبو وضاح أكبر من هيك. آه يا أمي والله الضنا غالي. وهن الجماعة ما عندهم غيره وبيخافوا عليه من نسمة الهوى. تعرف يا تقبرني جاي على بالي يروح لعندهم وهنيهم بسلامته. يوه إحنا كمان ابننا جراح. قومي يا مفتحي الباب قومي. شهيرة برا هي بتفتح. لا أختي لا قومي أنت افتحي. ما في داعي حدا يعرف إنه شهيرة عنا بحرداني. حاضر أخي حاضر. خليكي أنا بفتح. والله عشنا وشفنا. ولك أخوك هيك بده. مين؟ أنا بحده. مين يا مو؟ صهري أبو حدو يا مو. فتحتي له؟ لا يو شو افتح له؟ يا مو؟ نعم. أمي أنت افتحي له الله يرضى عليكي. هي تقبرني هذا جوزها حلالها ما له غريب. معلش يا مو معلش ساوي مثل ما بقلك. الله يخلينا إياك. بتقبر قلبي على راسي بتأمر. أنت وشهيرة فوتوا لجوا. يلا يا يلا. يا اهلين. مرحبا مرت عاملين. اهلين اهلين صهري ابو حدو. خليناك يا رب. حبيبي تفضل تفضل اهلا وسهلا. ايه موجود. يلا يلا. بتعرفي يا شهورتي كل ما اشوف امك بتذكرني بامي الله يرحمها. الله يرحمه. تعيشي لك بحبها من قلبي. بحبها لك إذا بتمن بوس إيدها صبح ومساء بتمن بصير. بتعرفي ليش؟ ليش ابن عمي؟ لأنه خلفت لي هالأمر وعطتني إياها. مولي عم تتهم وقع رجال؟ هس هس. إيه لا مو هس. هلأ بدي أقوله لشاهر خلي يربيكي. لا يا فهمية لا الله يوفقك. لا تقولي له بيهون عليكي يضربني. إيه بتستاهلي مو عيب عليكي. عم تتهم وقع رجال؟ ولك يا جدبة هذا جوزي وأبو ابني. إيه أخوكي شاهر ما بيهون عليه. فهمي الله يخليكي لا تقولي له. ايه حبيبتي. ايه بس بشرط. شو هو؟ بدي هالحلقات الحلوين وبدي اياكي تجلي كل جليات اليوم. ماشي يلا هاتيهم هاتيهم لشوف على السريع. طيب بركدا سألني عنهم ابو حدو شو بدي اقول له؟ حبيبتي ابو حدو خلاص طار. طفي من تمك فعل الله ولا فعلك. هاتيهم بقى. انت ما بتستحي على حالك ولا؟ زلمه الله يكون بالعون ويتيم تقوم تضربه قدام كل اهل الحاره؟ هو صار يتنطط قدامي مثل السعدان، بعدين انا ضربته كرمالك علي. شو؟ كرمالي؟ انا قلت لك ضربه؟ لكن مو كتر خير ابو شومان اللي خلصه من بين ايديك وجاي تتهجم عليه كمان؟ ما بتعرف انه ابو شومان ابن عمه لمصري واذا جد الجد ما بيسأل عن عصمة حكايتك؟ لا طلع له عقيد وحياة عيونك ما طلع له. سد بوزك. ما طلع له وقال زلمة عامل قيمة إلنا لعائلتنا لعائلة عياش. هلأ نتخلى عنك بيأكلك أكل. اسمع بتروح هلأ لعند المختار بتعتذر منه وتطلب منه يسامحك وبوشك على الجامع اللي عند الشيخ نزير. بدك يعني اعتذر من المختار؟ ايه وبتبوس إيده كمان. فشر أنا ما بعتذر من حدا. لك قليل أدب ولا؟ شايفه هذا اللي عم تقول عنه فشر؟ لك لولا لك كنت هلا بالكراكون وين الجنب اللي عم يجعك. هذا مفضل عليك ولا كل اهل حارتك دفع من جيبته للظابطيه مش ما يمسكوك. نلع طمني ابن عمي ان شاء الله الجرح ماله كبير. ايده كانت ملفوفه وما بين علي اذا كان الجرح كبير ولا صغير بس من اللفه بين انه الجرح كبير. يبعت لحم ان شاء الله. والله انا السبب. يا علي يا علي على هالضربة. بعدين شاهر شو له غاية معه اه؟ ولا ضاربه العم وماله شايفه؟ لك لا غاية ولا شيء، أمر الله صار. وهي مو أول مرة بيتنازل شاهر وضح بس يا أبو الترس. يعني كل ما صار فرح أو عرس بالحارة بيتنازلوا. وكل شباب الحارة بيشهدوا لهم بالحرفة والخفية والشطارة شبكي. يعني صهرك أبو وضاح وأختك رويدة مالهم زعلانين من شاهر؟ أعوذ بالله. إيه أبو وضاح بيخاف على شاهر أكثر ما يخاف على ابنه. يا على قامتي عليها هالأم وضاح. إيه والله والله شايفة وضاح وما لم صدقه.
ابن عمي. خليني روح لعند اختك ام وضاح، شق على وضاح واطمن عليه. اي والله والله بتلاقيه قد الدنيا منه. الا كان هذا واجب. هلا ببعث رجدي لعند ابو ياسين الخضري، خلي يجيب لك شويه فواكه تاخذيهم معك، لانه مو حلوه تفوتي لعنده وايدك فاضيه. تكرم عينك. الله يديمك ويخليك فوق راسنا ويرزقك يا حق. ابن عمي عليها شيء اذا اخذت الرويده معي؟ عبد نجيب؟ ايه؟ قوم خد الاشياء تبعك على البيت قبل ما تخم، وانا ببعت لك حصتك على البيت. قوم. لك عم ساعدكم سجاتي، ليكني ماسك الخواريف، شبك ليش متضايق؟ لك ابن نجيب ساعدتنا ومشي الحال، خذ الاشياء تبعك وروح قبل ما تنتزع وخلينا نعرف نشتغل بقى. يا حروح سيدراسي يا حروح، الله وكيلك يا حروح. بس بدي اسالك ابفكي، الاشتين الثانيه حصت مين؟ استغفر الله العظيم، لك شو اليوم هذا الشيء؟ يا ابن نجيب انت شو بدك بالاشتين الثانيين ولمين بدهم يروحوا؟ لك يا عم نسال سيدراسي، عم نسال شبكهم. كفرنا كفرنا، شو عرفنا؟ لك ابفخري خلينا نلف له حصته ونعطيها ونقلع ونخلص منه بقى. وين هو؟ فعلا تعال. هو ده محمد زيك فخري، هاي كلها برا، حط له شوية دهنة. لك خليه ياخذ أحسن لحمة وحل عنا، ما مخلص لسانه بعدين. قولتك كفر، الله وكيلك كفر، هاد حرام. ناس تاكل هبرة وناس تاكل دهنة، حط له دهنة سيد راسي، حط له. والله مزبوط، يعني أبو نجيب حقاني كثير. هات هذا محمد، لاقي منه شوية هبرة وحط شوية دهنة. يلا سيدي يلا، حط له هاي دهنة، حط لعيونك، حطها. الله يمضي هالنهار. إلك ابن نجيب. إلي؟ إيه بابا إلك. الله لا يوفقني، الله لا يوفقني. يا عمو ما سألتي لأخي شاهر إذا كان أبو حبه حكى معه مشان يرجعني ولا لا؟ والله يا تقبريني سألته، بس يعني هو لا جاب سيرة ولا حكى. وأخوك الله يرضى عليه لمح له مرتين ثلاثة وهو طنش. أمي يا مفتاحي الباب، أمي تقبريني. طيب يا عمو ما طلب يشوف حده؟ والله لا جاب سيرة حده ولا أم حده. الله يزيد فضلك يا حبيبتي. شلونك أم الفهد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بهالقامة وبهالعين يا حبيبة قلبي. أهلين يا روحي، أهلا وسهلا، نورتوا. أهلين يا ديبة. بلاقي شهيرة عنكم زيارة. اسم الله اسم الله، حوطك بالله يا حبيب قلبي. حندق بندق، عيني شافتك وما صليت على النبي. طق وتنبو. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. تفضلوا على الليوان يا جماعة. الله يزيد فضلك ويكللك بالعافية يا حق الله. تعالي بالصدر يا أم نصري، بالصدر صورة للبدورة. الله يخلي لي اياكي حبيبي. زيد فضلك. أهلا وسهلا. لكن خلي لي اياكي شو بتعرفي بالواجهة. تقبري قلبي. أنا يا جماعة بدي استأذن منكم، بدي روح اجرش البرغم. عم تجرشوا برغم؟ اي والله عم نجرش برغل، شو بدنا نساوي؟ ايوه انتي التانية، لك اختي عندكم طاحونة، ابعتيهم على الطاحونة والله اريح لي. والله يا تقبريني ابني شاهر ما بحب جرش البرغل الا على الايد. الحمد لله على سلامة شاهر. الله يسلمك يا ديبة، والله يعطيكي على حسب نيتك. طمنيني شاهر شلونه هلا؟ والله الله قدر ولطف. بس انتي طمنيني كيفه نصري؟ انا دريت انه هو تعبان الاخر. اي والله يا اختي الله ينتقم منه هالتحسين. الهي الهي يغضب عليه، ذاتي هذا مغضوب بحياته، لا بيتوفى ولا بيصير مثل العالم والناس. الهي يبعت له كف رباني يخلص العباد منه. قادر يا كريم قادر. الله كبير يا ام نصري، الله كبير. والله المختار ابو وضاح والعقيد ابو ادهم يعني مو هاين عليهم بنصر بنوم، وزعلانين كثير من تحسين. خيرات الله. يي علي ليش انا ما قلت لي؟ ابو وضاح دابح ثلاث دبايح، وحده مشان شاهين وحده مشان نصري وحده مشان ابنه وضاح الله يسلم له اياه. قال مشان رب العالمين يحفظ شباب الحاره. ويا خيتي عم يوزعوا اللحمه على ابو جنب على كل اهل الحاره. وذبيحه مشان شاهر كمان. يا ميت اهلين وسهلين بهالقامة وهالعين. بنت عمي طمنيني شلونه وضاح؟ الحمد لله صار أحسن. الحمد لله. شلونك عمتي؟ تقبري قلبي انتي، تقبريني. أهلين بالغالي بنت الغالي. يو هلأ طلعت يعني أنا برانية؟ ليش أنا مو غالي عليكي؟ لا أيو شلون مالك غالية، بس أخي هو اللي رباني وبحسه مثل أبي. ورويدة اسمها على اسمي، بحسها قطعة من قلبي.
شلون وضح عمتي؟ إن شاء الله ماله عم يتوجع. قولي على قلبي يا عمتي، ليش وضح بحسسنا إذا عم يتوجع ولا لا؟ هي مرت خالك وبنت رويدة، لقوم استقبلهم. اي والله والله رويدة مبارح ما نامت الليل. يوه ليش؟ لأنه هالدرسان مبارح كانت عم تتناوع على العرادة من الشباك، ولي على طولي وشافت وضاح شلون انجرح ونزلت لتحت، ويا على طولي هالبنت لا من تمها ولا من كمها، وبقدرة قادر لحتى أقدر ننصحيها. لك أهلين وسهلين بمرت خالي. أهلين تقبري قلبي، أهلين بالغالي تقبري قلبي. لك شلونك رويدة؟ أهلين بنت عمتي، شلونك؟ تمام الحمد لله. شلونه خالي وشلونه وفيقة وعليا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تقبريني، كلياتهم بخير. إلهي فرحني فيك ويكللك بالرضا يا حق. إن شاء الله بتفرحي برويدة ورجدي. لك صحيح نسيت أسألكم، كيفه محجوب الصغير؟ بخير، ببوس إيدك. إن شاء الله بيقبر قلبي، اسم الله عليه على هالحكيات اللي إله شو صايرين. اسم الله حوله، الله يحرسه ويحميه. وين وضح هلأ؟ بقطة تقبريني. عنده حدا؟ لا ما في حدا. لكان لأطلع أطمن عليه قبل ما يجي حدا. يا مو أخوكي فايق ولا نايم؟ لا يا مو فايق. إلا كان الله يرضى عليك يساوي لنا فنجان قهوة لبين ما أطلع أنا ومرت خالك شق عليه. حاضر يا مو. تفضلي مرتخي نطلع لعند وضاح. يلا تقبريني يلا. تفضل. يا مو وضاح. ايه يا مو. مرت خالك بدها تشق عليه. ايه تفضلوا يا مو، تفضلوا، اهلا وسهلا. شلونك يا مو وضاح؟ تشكو القاس ان شاء الله. نشكر الله الحمد لله مرت خالي. اتقطع عليك على هالضربة، تقبرني يا مو، ان شاء الله الجرح مو كبير. اه ايه لا مرت خالي مو كبير مو كبير. شو طلعت لهون وليه مقصوفة الرقبة؟ يلا انزلي لتحت. ليه معلش مرتخي، شافتنا طلعنا طلعت ورانا شو فيها؟ شو يا اكلتي بهدلة؟ شو عرفني؟ شفتهم طالعين لفوق قمت لحقتهم. لا غشيمة قال، يعني ما بتعرفي مين في فوق؟ شو معرفني يعني؟ ان شاء الله طالعك هالطلعة وانتي عروسة يا حق. سميحة شو؟ وين القهوة؟ يلا يلا خلينا على القهوة. أحكار! أهلين ابن جيل. بلا أهلين بلا سهلين. أسرع ابن جيل، شو صاير بالحارة؟ أسرع هيك بيصير هيك يا مختار، بيصير بيشوس من الله هذا الحكي. لك شبك شبك، عود وفهمني شبك. لك شو عود؟ دمي فعلي يا مختار، بلي أنا عود. لا والله بلي أنا عود. لك شغلت لي بالي، شو صاير بالحارة خير؟ شو صاير؟ إيه سيد راسي يا حالك شو صاير؟ ها؟ يا الله فطر سيد راسي، شفني هاي لحمة، هاي لحمة ولا دهنة هاي؟ لأي الشغلة؟ لك بسيطة يا ابن جيب بسيطة. بسيطة؟ لا والله مو بسيطة يا مكتب، هاي بسيطة؟ لك دهنة كلها بسيطة؟ ولك ايه بسيطة ومو حرزانة يا شباك. مو حرزانة؟ هلا هاي مو حرزانة؟ لا سيدي حرزانة، هي أحرز شي بالدنيا إذا بدك. من مال الله من مال الله من مال الله يا أخي. فوتي أختي فوتي. ما الله يا أخي، جوزي مريض وعندي أطفال ومالن والي. ماشي أختي ماشي، امسكي الله يستر عليكي. الله يعطيك يا أخي ويستر على حريماتك يا رب. ليش عطيتها مختار؟ لا شو بدك بهالشغلة، استني لإلك أختي. شو بتأمر أخي؟ تعي أختي تعي، امسكي اللحمات خديهم طبخيهم لأولادي. الله يعطيك يا أخي، كتر خيرك يا أخي، الله يرزقك يا أخي. لك شو كتر خيرك؟ لحماتي هدول يا مختار لحماتي؟ إيه بعرف لحماتك، بس مو على أساس حصتك مو عاجبتك. إيه شو كفرت إذا حصتي مو عاجبتني؟ بلا مو عاجبتني سيدي. شوف شوف لا تكلم بس، هلا ببعتك مع دعاس لعند فخري وأبو محمد، بيعطوك أحلى قطعة لحمة وكلها هبرة منيحة. الله يخلينا المختار، والله العظيم طول عمري بقول شيخ شباب المختار ما في منك، الله يخلي لنا اياه. وانا الله وكيلك من يوم يومي بحسدك على عزة نفسك يا ابن نجيب. هيك يا ابو حدو،
لهالدرجة هانت عليك العشرة؟ لك حتى ابنك ما اشتقت له؟ والله كنت مفكرتك غير هيك. لك شو خلاص؟ خلاص خلاص حبار. لا لا بغار. لا شو بغار؟ لا مو انا بغار. عجبك هيك فيقته لحدو؟ هلا وقتك حدو افندي. سكتي. هلا بتاخذ اللحمه. والله كنت خير مختار. ايه والله كنت خير مختار سيد راشد. الله وكيلك. ايه والله يلا عندك طخي. الله لا يوفقك يا طخي. وينه؟ لك مرحبا محمد. عليه معلم دعاس. لك وينه فخمي؟ فخمي راح على الغداء وسكرت كتازته لانه الولد تبعه ما اجى اليوم. حاكم امه للولد. لك شو بدي بالولد وامه للولد؟ يستر عرضك. بدنا اللحمات سيد راشد. اللحمات اللحمات فرقناهم كلهم على اهل الحاره. فرقتوهم كلهم يا ابو محمد؟ اي والله ما ضل شيء. والقشه والراس سيد راسي؟ القشه والراس يا سيد راسي انتزع وطلعت ريحتهم وصار الدبان عليهم كوام كوام. امنا كبيناهم. كبيتوهم كبيتوهم؟ اي والله كبيناهم. اي والله خليني اموت انا احسن لك. يا ابو محمد لك شوية مي بدي اشوف الزلمه شو بتحطها. جيبوا لها مي لك ان شاء الله بتسلمي لقلبي على هالرتابة. اي والله والله عمك ابو وضاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. تقبر قلبي ان شاء الله طول عمره متقنه وبتحب الزوزة او الترتيب. لك انا محبده لك طالعه لعمتها مرتبه. بتعرفي سميحه لما بفيق الصبح بسمع صوت العصافير عم تزقزق على ياسمينه أنا متسطحة على التخت ومغمضة عيوني بحس إنه وضاح بعت لي إياهم. رويدة شو عم تحكي أنت؟ إيه بدي أحكي. ابن عمتي وبحبه من يوم ما كنا صغار لهلا ما غابت صورته عن بالي ولا لحظة. بتعرفي لما شفته انضرب نار وشعلت بقلبي وطلعت من عيوني وما عدت شفت شي. رويدة شو جنيتي؟ والله إذا حدا من أهلك بيسمعك والله والله لا يذبحوكي مثل ما بيذبحوا الخروف. اي يتبحوني ما بخاف. الحمد لله يا ام شاهر اللي صار هيك ولا صار غير هيك. اي والله يا ام صفوان الله قدر ولطف. ايه الله يسلم كل هالشباب ويخليهم لاهليهم يا حق. امين يا رب امين. شو وينها شهيرة؟ مالي شايفتها. تقبريني عم تجرش برغل. ايه يا رب انا قلبي ساعدها لك. يلا اوار. حسبي الله ونعم الوكيل. لك وين راح؟ وين راح؟ لك يا ابو نجيب المختار مو هون بس يجي انا بحكي له انت روح هلا. لك ما بصير ما بصير هلا من شوي كان هون المختار. لك يا حبيبي المختار والله مشاغله كثيره. لك ما بصير يروح يا دعاس. ما بصير يروح بدي اياه بسنه ضروريه انا. وليش ما بصير يروح؟ لانه ما بصير. مو مختار هو؟ مين بدي اخذنا حقنا؟ شو بدك يعني سيد دعاس؟ اطلع عيد من ورا ويمين قدام صبي حمامنا. اخي ماني رايح من هون لبين ما ياخذ لي حقي. منيح هيك؟ هي رح اقعد قدام الحاصل حاسنا منيح. ها وي قعده. يا الله وي ام الدين. هاي هيك ام الدين لا شوف. ها داك بيها هيك. الله يرضى عليك. طعموا الفرس وحطوا له مي. على راسي مختار بتأمر انت. سيك ما في زوم مختار. سيك خالي. تسلم وليدي. تفضل شريف. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلين بالعقيد. اهلين بكبيرنا شرف. الله يخلي لي اياك. والله كنت بالميدان عم غير جو وبعدين قلت لحالي لمر لعند ابو ادهم قعد لي شوي. يا ميت اهلا وسهلا. القهوه يا صبحي. الله يعطيك
العافية يا دي. الله يعافيكي ويرضى عليكي. وين أمك؟ جوا بالأوضة. بديعة يا بديعة. ايه ابن عمي. شو؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. وين هالقردة؟ ماني شايفة. مين دلال؟ ليش في قردة غيرها بهالبيت؟ جوا بالأوضة يا بي. اوف، مالها بالعادة ما تلاقي لي؟ ولا لأنه جبت لها اللحمات صارت بتتدلل علي؟ خدي هاللحمات قطيهم شقف وملحيهم، وفي كيس صغير فيه لحمة ناعمة من شان الكباب، بدي اشوي لها اياهم اصابع للست دلال. الله يسلم ايديك ابن عمي، الله لا يحرمنا منك. وانتي زهرية، يلا يا بي حضري لي هالسياخ والفحمات. يلا يلا يا بي. اوكي يلا بدي اعمل لكم شويه همه، بدنا نشوي لها اللحمات ونفض لها الشهوه لها ولاخواتها. لك وين انا ادي لها لشوف. بدي اشبكي لك. شوفي دلال صاير لها شيء. ابن عمي دلال سخناني شوي. اوه ومن امتى؟ والله يا ابن الحلال من الصبح فقت لقيتها عم تغلي غلي. طيب شو طعمتيها؟ شو سقيتيها؟ سقيتها شوية بابونج، قامت استفرغتهم دغري. الله يصلحك يا بديعة، ليش ما بعثتي لي خبر من الصبح؟ ليش؟ تفضلوا تفضلوا يا ميت، اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. شلونك يا معبد؟ اهلين تقبرين. اهلين رويدك. اهلين اهلا وسهلا. اهلين تقبرين. شلونك؟ ان شاء الله بخير. تفضلوا تفضلوا على الليوان يا جماعه، تفضلوا. اهلين تقبرين. شرفتونا ونورتونا والله. اهلين اختي تقبرين، اشتقت لك والله. وانا بالاكثر اختي. ميت اهلا وسهلا يا ميت. اهلين وسهلين. الله يكتر محبينك يا ام وضاح. الله يخلي لي اياك يا ام عبدو، شرفتونا وانستونا والله. اهلا وسهلا فيكم. تقبل قلبي والله بتنحب. تقبرين ان شاء الله. لك وينك يا ديبه؟ وينك يا منظومه؟ غاطه وما عم تبيني. خليها لله يا ام وضاح، والله كان عندي ولاده ولادتها تعسرت، ضلت يومين ثلاثه تطلع، بس الله دخيل اسمه يسرها بعدين. ايه الحمد لله اللي تيسرت. وبعدين ضليت لي هيك يومين ثلاثه لحتى ركنتها. تقبريني يا اختي والله، وقت دريت بوضاح انشغل بالي عليه كثير. ان شاء الله ما بينشغل بالك على غالي. كيفك عمتي؟ ان شاء الله. لك شبك يا مو، طلعي قدامي. معلش يا مرتخي، معلش اتركيها. شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ يبعت لي حمى عليها من وجع ايديها تلبكت. شو بهاي ايدك عمتي؟ انجرحت عند ام شاهر، كانت عم تساعد شهيره بجرش البرغل. لك خلصنا يا بنات، يبعث لكم الهنا، اتركوها بحالها. وقامت له رصة على كيفك مختار. تفضل مختار. يسلم. اهلا وسهلا فيك. ما قصرت يا عمي، ما قصرت. اهلين صبحي. راسي. ان شاء الله دايمة. صحتين ورا، صحتين ورا. عشت. وينه تحسين؟ موجود. نادي له بدي اياه شوي. يا صبحي. مو عبيد. روح نادي له لتحسين. حاضر. خير مختار، في شيء جديد؟ اليوم من الصبح اجى لعندي رئيس الكركون. وشو بده؟ بده تحسين. ايوه. وشو بتحب مختار؟ نسلمه؟ لا شو نسلمه يا عقيب؟ مهما كان بضل تحسين ابننا ومن اعضاء الرابه. الله يديمك ويعزك يا مختار. انا اخذت مهله من رئيس الكركون ثلاث ايام لبمحل المشكله. ورضي؟ وما احلاه ما يرضى. اخذ اللي فيه النصيب وتيسر. بس بتعرف رئيس كراكون رجال عوايني، ممكن يلحس كلمته بأي دقيقة، يعني بخاف تطلع معه شي مرة ويشوف تحسين ويدكه بالكراكون. مشان هيك لازم نحل المشكلة يا أبوها، لأنه أم نصري مشتكية ونصري متأذي كتير، ومثل ما بتعرف كمان أبو شومان راسه عنيد وخلقه صعب. وتحسين شرحه. أكيد ما لقيته لتحسين، دورت عليه بكل الخان وما لقيته، يمكن هرب. لا وين بدك والله؟ يسلم ايديك تقبرني. هيك يا سيدي. يا عيني. والله يا سموحة مالك علي يمين، لما دريت انه وضاح انجرح بالسيف ما صدقت، وقلت لحالي اكيد اكيد مات واهلي ما بدهم يعني قدره. يوه فال الله ولا فالك. زكية شو جد بقى انت يعني؟ يا ابي دلال يلا فتحي لي هالعيون الحلوين خليني اشوفهم. الله يرضى عليكي. يسلم لي هالوش ما احلاه. ايه هيك ها؟ وهي ساويت لك لحمه اصابع من يلي بتحبيها. يا ابي يا مو كلوا، هلا بتبرد اللحمه. كلوا يا ابي كلوا، صحتين وعافيه على قلبكم. كلك لقمه ابن عمي. كلي على قامتي، كلي على قامتي. Thank you.
لازم تصير صلي يا أمي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن شاء الله يا شيخي. أنا بعرف إنه صار لازم صلي، بس صدقني يا شيخي كل ما نويت صلي بقول لسه بكير. يا ابني هذا الشيطان عم يلعب بعقلك، الموت ما بيعرف كبير ولا صغير، الموت بيجي فجأة، ويا ويله يلي بفارق الحياة وربه غضبان عليه. الله يرضى عليك، هلأ بتروح على البيت بتغتسل وبتتوضى وبتجي لعندي مشان علمك الصلاة. إن شاء الله هلأ بروح. صحيح شيخي، سمعت المختار عم بيقول لأبو أدهى إنه الزابطية بدهم إياني، وإذا شافوني رح يمسكوني. وأنت بتعرف شيخي إذا واحد فات على الكركون شو بصير فيه؟ لا يا ابني لا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. بعدين لا تنسى إنه الشاب التايب حبيب الله، وأنت نويت توبي ما هيك؟ إيه والله يا شيخي، يعني هيك حاسس صدري انشرح ونويت إن شاء الله. مشان مشكلة أنا اليوم بشوف العقيل والمختار وبرتب لكم أمور الصلحة، بس أنت الله يرضى عليك حسن معاملتك مع الناس. بدها مسايرة لك ابني، بدها مسايرة. شو موضح شايفك لحالك؟ تقبرني هلأ، البيت كان مليان حريم، جايين يهنوني بسلامة وضاح. الله يكتر المحبين إلى جاط الفواكه. هذا مين مشكل سو مرتبه؟ إيه؟ هذا شغل بنت أخي رويدة، تقبرني شو مرتبة ومزوقة. وهذا الجاط عملت لك يا إلك خص نص. خص نص لي؟ إيه، وقالت بس يجي عمي أبو وضاح من الشغل بيلاقي جاهز وبيأكل وبتفتح نفسه. والله شي بيفتح النفس. تعي معي كلي لك حبة فواكه. تعي. ما بدي أكل هلا، شغلي ما عاد يعجبك وشغل رويدة صار بيفتح النفس. شو موضح شايفك غلطي. لك أنا حبيت شغلها لأنه اسمها على اسمك، مو بس هيك طالعة إليك كمان مرتبة ومتقنة وما شاء الله حولها وحواليها. ابن عمي أنا بحبها كتير لرويدة، شو رأيك نخطبها لوضاح؟ يا حبيبي نحن برويدة واحدة مخالصين، شلون ما يصيروا تنتين ولي؟ بالله شو؟ إيه بلاها لكان. لك رؤي يسلم لي النقوزي، أنا عم أمزح معي. لك أنا شو عيشتي من غيرك؟ 30 سنة صرنا متجوزين، علي ما علي ما بتهنى لي اللقمة إلا من تحت إيديكي، ووعي إذا ما لبستيني إياهم ما بطيقون على بدني. لك عادي الله يخلي لي إياكي ولا يحرمني منك. لك شو عيشتي بلاكي أنا؟ والله عدم. هيك اعترف. لك طول حياتي معترف، غصبا عني معترف. لا خلينا ناخذ له اياها لوضاح، شو بدي احسن من هالرويدة؟ ما شاء الله اصل وحسب ونسب، واسمع على اسمك الله لا يحرمني هالاسم. تحسين تحسين يا ابو علوش. اهلين اهلين تحسين، شو وينك؟ الي ساعة بدأ. شرف شرف يا ما. يلا يلا. لك شو جابك لهون بالنهار؟ والله إذا شافك أبو أدهم لقيمة فوق راسي. وإذا شافني أبو أدهم يعني شو فيها؟ ذاتها هلأ أنا كنت عنده بالخان. شو؟ رحت على الخان؟ بس ما سألته عني ما هي؟ بلا سألته، ليش شو فيها؟ لك يخرب بيتك يا أبو علوش، يخرب بيتك. هلأ بدي يسألني مين أنت؟ ومنين بتعرفه؟ وشو أصلك وشو فصلك؟ ليش مينو قال لك إنه ما سألني؟ شو سألها؟ عن اللي سألتني عنهم كلياتهم. أنت شو جاوبته؟ لك امشي هلأ، الشباب عم يستنونا جنب النهر. هات لشوف، شو في معك مصاري؟ أيوه، لشو المصاري بقى؟ أنا أخذ لنا شوية مشروب وشوية مازة، لزوم القعدة. والله يا أبو علوش، أنا كنت جاي على البيت لحتى أتغسل وأتوضى وروح صلي لي ركعتين بالجامع، هيك وعدته لشيخي. شو بعدي؟ تتوضى وتصلي؟ صلاة الغولة إن شاء الله، مو ناقص غير تقلي إنه بدك تروح الحج كمان. أدهم أبو أدهم. إيه شيخي؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشان ابن عمك تحسين أمرني اليوم إجا لعندي، حكيت معه بينتو شاب رايق بس طايش شوي، واليوم وعدني إنه يروح يغتسل ويتوضى ويجي لعندي على الجامع مشان علمه الصلاة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. والله فقدته وانا ما لقيته. صرت شك فيه شروي غروي بيني وبينك. ولا تظنوا ولا تجسسوا، ان بعض الظن اثم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. شيخنا انا هلا بدور عليه وبعد. الله يعطيك العافية. تسلم تسلم. بارك الله فيك. الله يسلمك. عليكم السلام. أي إجا المختار ومع الوضع عبدو أهلي. على راسي مختار. أهلين مصادي. أهلين بالحبيب. الله يخليك يا رب. أهلين وسهلين. يا حلا عبدو. أنا وسادي شو هلا جاي من السفر؟ إيه والله هاي وصلتي. لسه على بيتي ما فتت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم يا رب. إيه مختار في لك سلام معي. أوف من مين؟ بيسلم عليك الشيخ وضاح المطلق. كتير السلام. الله أكبر، هذا الشيخ وضاح من زينة الرجال يا أبو عبدو. إيه والله وسبعت نعم. وشلون الشيخ؟ شلون أخباره وشلون صحته؟ والله صحته بألف خير من الله. بتعرف لما عرفني من حارة عياش دغري سألني عنك وعن أهل الحارة وخلاني بات عنده 3 أيام، وكل يوم كان يجيب بسيرتك قدام ضيوفه وأهل العشيرة وحكالهم شلون سميت المحروس ابنك وضاح على اسمه. لك شو بدي احكي لك لاحكي لك يا سيدي. الشيخ وضاح رجال اصيل ما بينسى العشره والموده. امتى لك مشوار لعنده؟ ان شاء الله بهاليومين. في اهل العشيره وصوني على كم غرض، بس اشتري لهم ياهن واطمن على العيال بقصد الكريم. لك كان يرضى عليك يا ابو صادق، قبل ما تتيسر مر لعندي، في غرضين 3 بدي ابعث له اياهم. امو على راسي مختار، انت بتامر لي. كنت رح انسى، الشيخ وضاح بعت لك غرض معي، شوية سمنة على شوية جبنة، لروح جيب لك ياهم مختار. لك اي لحظة، مالك قدران تمشي، وين بدك تنزله؟ نادي له ليوسف تعال. لك يا يوسف، يوسف! ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مختار. يرضى عليك، روح مع بصادي نزلوا الكم غرض بالطنبور. يلا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام، شرفت. الله معك. شرف أبو عبدو، خليه يسوي لنا الشاي. على راسي، تفضل. هيك لكان يا أم وضاح. وقال شو؟ أبو صفوان بده يخطب سميحة لصفوان. إيه ما فشرت عينها الشرنة؟ إيه والله والله، ضفر زكية مراية لرويدة. بس اللي ماله حظ لا يتعب ولا يشقى. لأ وهديك الخنزيرة أم عبدو، الأهل وها عليها شو كهينة وداهية، عم تتحش بنتها دحش بمناخير أم وضاح. يا مو وجع نقصتيني، شو بدك؟ إيدي لسات عم توجعني. خليها توجعك، بتستاهلي، إن شاء الله بتنكسر. ليش يا مو؟ لأنك خوبة وجدبة. يا الله، ليش كلكم بتقولوا عني جذبة؟ يعني حتى كل بنات الحارة كل ما بيشوفوني بيصيروا يضحكوا علي ويقولوا عني جذبة جذبة جذبة. مين هاد اللي عم بيقول لك جذبة وليه؟ كلهم يا مو كلهم، حتى اليوم فهمية بنت ام شاهر قالت لي انت جذبة، يعني انا. فهمية قالت هيك؟ ايه يا مو والله. ياسمين الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك، اسم الله قمر، يا ما شاء الله عليك يا قمر، يا قمرنا يا منور، من قدك قدك ميس ميس، قدك قدك ميس يا سمر مار. يا ابن عم انت هون؟ خليك يا عم توصي، ان شاء الله ما تبلع الرأسة. يو ابن عمي، انت هون من زمان؟ تعرفي انه راسك حلوه بالسيف. عن جد ابن عمي. عجبتك رقصتي بالسيف؟ كتير اخي. بدي اشوف مختار. عندي اشوف مختار هلا بيو. لك يا ابو نجيب لا تنزع مسانا، الله يرضى عليك. المختار عنده ضيوف اكابر. شلون سيد راسي؟ شلون؟ عنده ضيوف اكابر. اكابر؟ ايوه. شو شايفنا سيد راسي؟ شرشيحنا احنا ما معبين عينها؟ لا لا يا ابو نجيب، انتوا اكابر كمان، بس المختار ما له فاضي، روح اليوم وتعال بكره. بكره؟ لا سيد راسي ما جاي بكره، بس فاتت ماتت، دق الحديد وهو حامي، شو الحكي؟ يا مختار يستر عرضك يا مختار حعيضة. خير خير يا ابو نجيب. لك شو خير؟ راحوا اللحمات يا مختار ترضى، انت بشربك ترضى؟ خلص روق بعدين. لك شو روق يا مختار؟ لك شو روق؟ قاعد صبي حمام، ايد من ورا وايد من قدام، راحوا اللحمات يعني طاروا. ولك عندي ضيوف بكره، خلاص بكره. لك شو بكره يا مختار؟ ترضى انت؟ الله يسامحك.
والله ما كان لعشان فيك يا كان مختار لها والله. شو عليك؟ الله يسامحك. يا ربي دخيلك شفيلي يا يا رب. انت الشافي والمعافي يا اكرم الاكرمين. الله يذكرك بالخير يا امي، قديش كنتي حنونه. قوم يا ماما، عملت لك شويه عصير خسرو مشان تشربه. يا على قامتي عليك، منين اجتك هالمرضى؟ لك يلعن ابو المرض وساعته. ليش نايم لهلا ولا؟ بعدين ليش مو حاشش الحشيش للبقرات؟ مو قدران، ضعفان من الصبح وهو على هالحالة. ما فيه شيء، عم يتحجج مشان ما يشتغل. هلا هذا عم يتحجج، إيه ماله قدران يحكي؟ يلا دافي عنه. أنا ما عم دافع عنه، بس أنت ما في بقلبك رحمة. إيه بس بس. وينه هداك التاني؟ مين محمد؟ إيه محمد. هلا إجا من سقاية الأرض، تغدى ونام. إيه لكان؟ إذا الكبير عامل حاله ضعفان، الصغير شو بده يعمل لكان؟ مشان الله يا رجال، لك خلي عندك شوية رحمة. لك شو بو أبو جلدي؟ ماله بالعادة يكمد هالكمدة؟ ليكون ضعفان ولا صاير معه شيء؟ مرحبا أبو محمد. أهلين أهلين فخري. شو؟ شو بو جار رضا ديوم؟ شايف أموره هي؟ يعني لا تكون زعلان مني لأنه قلت لك قدام المختار اليوم أبو جلدي. والله أنا بحب أمزح يعني، بس على كل يعني إذا زعلان مني حقك على رأسي من فوق. لا يا أبو محمد لا، عم تبكي؟ ما عاش اللي بده يبكيك. قل لي شو بك وأنا أخوك أبو فخري. ما في شي أبو الفخر، ما في شي. لك شلون يعني ما في شي؟ ما في شي، اسمعوا هالسمعة. عم الفخري بده يشتري لحمي. روح عمي روح، ما عنا لحم اليوم. يلا. لا يا فخري ما بيصير هيك، قوم يا رجل قوم تسبب. يا علي الجيرة مالي طالع من هون لحتى أعرف شو بك وتقلي شو وجعك. بنتي يا فخري، بنتي الصغيرة دلال. خير شو بك؟ شلون تترك الخان بدون ما تقلي؟ أبو وضاح بقدره وقيمته قاعد يستناك أكثر من ساعة وحضرتك ما بينت. وين رحت؟ رحت وين؟ رحت لعند الشيخ نزير مثل ما قلت لي. بعرف انك رحت لعند الشيخ نزير، وبعرف انه قال لك روح تغسل وتوضى وتعال عندي مشان اعلمك الصلاه، مو هيك؟ ايه هيك. وحضرتك رحت وما عاد رجعت لعند الشيخ نزير، مو هيك؟ ايه هيك. وبغيابك اجى واحد ازعر لهون وسال عنك الخان، مو هيك؟ ايه هيك. معناتها انت واحد واطي وكذا. انا بسمح لك ابن عمي، انا ابو الشهر بقدح نار وبحرق الصغار قبل الكبار. سكران كمان؟ صبحي! براكيد خدو خليه يندفس بالبايكة جوا. دير بالك على الخان بغيابي. خايف يا فخري يصير مع الصغيرة مثل ما صار مع أخوه محمد الله يرحمه. الله يرحمه يا عبدك، ومشان البنت لك أخي الله يعافيك يا ان شاء الله. يعني مو كل مين مريض بده يموت. توكل الله يا رجل، توكل الله وصلي على النبي. حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم صل على سيدنا محمد. لا وانت زلمه مؤمن واللي له عمر ما بتهينه شده، بس انت حط عينك بين الله. ونعم بالله، دخيل اسمه الرب، دخيل اسمه. وهلا بس يجي ابو صفوان نحكي له على الشغله وان شاء الله بيلاقي له دواء. وعمي إذا أبو صفوان ما لقى له دواء مندور على شي حكيم، الشام مليانة حكمة، بس أنت وكل الله. والله بردت لي قلبي يا فخري، روح الله يبرد قلبك.
لك يا رجل والله ما كنت مفكرك هيك. لا شلون كنت مفكرني هيك؟ والله يا فخري يعني انا كنت مفكر انه انت قلبك قاسي وما عندك حنيه بلوب. صحيح بدي اسالك، شفت لنا ابو بلو فتح دكانته؟ ايه والله فتح شويه وسكر، بس طمن انه ساعته منيحه صارت. الحمد لله. والله تاريخ شاغل الحاره كلها، رجال وحريم وصبايا. وانت شو عرفك؟ شلون شو بيعرفني؟ اذا نسوان الحاره كلها اجوا هنوا امك بسلامتك، والرجال عم يهنوا ابوك، والصبايا عم يهنوني. نيالك قديش غالي على هالناس. تعرف انه في ناس ما عم يناموا الليل من خوفهم علي؟ ما عم يناموا الليل من خوفهم علي؟ الا كان، ايش مفكر حالك قليل؟ ومين هدول بقى؟ ما بقلك. سميحة؟ شو بتعطيني لقلك؟ ليش في شي مرة بخلت عليكي أنا وطلبتي طلب وما لبيت لك يا؟ هو يعني وللحق والله أنت مالك مقصر علي، الله لا يحرمني منك. إيه والله مين هي؟ بحكي بس بطوق دهب. لعيونك أحلى طوق دهب. رويدة بنت خالك أبو عبدو. أيوة. أيوة. شو قالت لك كمان؟ لا هي أسرار بنات وأنا مأمنة إني ما أحكي، والأمانة صعبة. بس في وحدة تانية مشغول بالها كتير كتير عليك. منو هي؟ ولا يكون بدك طوق دهب تاني؟ لا هي عن جد بدها طوق دهب. منو هي؟ زكية بنت خالك أبو صفوان. سميحة بلا مسخرة بالله بلا هالسيرة. شلون صار وضاح؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله أحسن، وابن أخي صفوان بكرة جاي يغير له على الجرح. ماشي، لا أطلع شق عليه لبي ما تساوي لي عشاء الله يطلع لك. على راسي. أهلين يا بي. خليك متسطح يا بي، خليك متسطح. يا بي سميحة في جاد فواكه بالمضافة ساوته بنت خالك أبو عبدو، نطي سناولي لأخوك. على عيني يا بي. مالي نفسي يا بي. هلأ بس تشوف الجاد تنفتح قبليتك. حاضر يا بي. يلا بدك تشد لي حيلك، ناويين نخطب لك إن شاء الله يا بي. أمك منيشنتلك على عروس بنت حلال، ولازم نحكي بالبنت لأنه البنت المنيحة بهالأيام تنفق دغري. بس مو بكير عجواز؟ لا مو بكير يا بي، مو بكير. بنت الحلال مو كل يوم بلاقيها الواحد. بعدين بدنا نفرح فيك ونشوف أولادك على إيديك قبل ما نموت يا بي. الله يطولنا بعمركم يا بي. لك يا بي زمامتنا اليوم لنموت بكرة. ما بدك تعرفين هاي البنت؟ مين هي؟ على أساس إنك ما بتعرف يعني. ما بعرف يا بي مين هي؟ وضاح على أمان يا فرعون. مين هي يا بي؟ بنت خالك أبو عبدو، شو رأيك فيها؟ إيه؟ يعني بنت خالي أحسن من حدا غيرها، مهم تكون عجبتكم يا بي. ماشي يا بي، ماشي. كيف أكلها عم تاكل؟ والله يا أبو صفوان شو ما بتاكل بتتآية. وهي سخونة على طول ولا بتروح وبتجي؟ يعني أوقات بتجي سخونة أوقات بتجي بردية. أيوة عم تلخبط في هلوسة؟ يعني أوقات وأوقات. طيب خد العشبة تغلو لياها وبتعطوها كاس الصبح وكاس المساء. خد لك الدواء هاد، معلقة الصبح ومعلقة المساء، وأهم شي ما تاخد برد، وبتحموها عن البرغل وعن كل الزفرة. خلال 3 أيام إذا ما تحسنت خبرني. الله يعطيك العافية يا أبو صفوان. إيه سيدي شو طلع لك معنا؟ لا يا أبو محمد عيب عليك، هي بنت هاي. على ما قال لي حق الدواء ما بيصير. خلاص لما الله بيشفيها بنتحاسب. خاطرك صبحي. أهلين يا أبي. شو أكلتوا اليوم يا أبي؟ شو طبختوا؟ والله ما لنا طابخين شي يا أبي. والله يا أبي أحسن أوفر، الله يرضى عليكي. انزلي حطيلي بصحن دهنة وشوية قورمة وزيت ومتين. يلا يلا يرضى عليكي يلا. حاضر يا أبي.
ولك ما قلت لك تشربي مي تركينه، ولك مهوله انت، ولك ما بتفهمي، ما بتفهمي حكي انت يا حرمه. يا بي الله يخليك، جيب لها الحكم لامي. خسيب لي حكمك وحده تسهل امرك انت وياها، بس تشرب مي تركينه بالطيب. لكن انا اللي حضرت ذبح الذبايح من الاول للاخر، واشتغلت بتقطيعهم، اطلع زميت صبي حمام، اطلع ايد من ورا وايد من قدام. والله عم يعني فكر روح لعند المختار، بركض عم حصل لي حقي العمى. ولك كل اهل الحاره ياخذوا لحمي وانا ما اخذ. اي والله الله ما قالها، اي الله ما قالها، هي اسمعوا لها السمعه. يسلم ايديك يا بي. صحتين يا بي. شو بدي؟ يا بي جوعانه، بدي اتعشى معك. لك انتو ما بتهنوا حدا بلقمه؟ ما بتهنوا حدا بلقمه؟ عدي عدي كلي لك لمتين وروحي نفسي نامي. عدي شكي. بسيطة يا أم وضاح. إيه والله إذا ما بخلي لك ابنك وضاح يسوح بالحارات ما بكون صبحية. ولا هي شرنة سميحة، إيه والله لا خلي لك إياها بوشك طول العمر. هلأ وقتك يا شيخ جوهر، إذا بدها تكلفني هالشغلة ليرة ذهب لأعطيها. ابن عمي مو عادني تحكي لي قصة جدك عياش الله يرحمه، وقصة سيفه، وقصة خنجر، وقصة عصايته وحجره كمان. لك هي قصة طويلة خلصينا منها. لك طويلة القصة. شو عليه ابن عمي، قاعدين عم نتسلى الله يخليك. طيب راح هي وأمري لله. هذا يا مرحومة البي كان جدي عياش رحمة الله عليه عقيد الحارة من زمان 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 كتير. ايه. وبيوم من ذات الأيام مر بهالحارة عساكر السلطان، هدول كانوا يسموها الإنكشارية، وهدول كانوا زاران كتير. ولما مرقوا ناح القهوة صادفوا حرمة، هم صاروا يضايقوها ويحرقشوها ويسمعوها كلام شروي غروي. يوه ويا على عيونهم، يخرب بيتهم من حالهم الله لا يوفقهم. هم راحت صاحت لك هذاك الصوت ولي ليه الله لا يوفقك، الله يوفقك، الله لا يوفقك. وشلفني بالحجر صابتني. هذاك شاف شوفي حرق لحو جدي، شلفه بالخنجر اجا بنص ظهره. وصل للوالي واشتكى لجدي، ضلوا يلاحقوا جدي عياش ويدوروا عليه شي ست شهور. قام وصى قبل ما يمسكوا بسيفه وبدرزه وبخنجره وبعصايته للعقيد اللي بده يستلم بعده، بس هو بشروط. شو الشروط ابن عمي؟ اول شرط انه العقيد اللي بده يستلم بعده انه يكون صاحب نخوه وشرف وقبضاي، وكل الحاره تشهد له بهالشيء. وثاني شرط ابن عمي؟ ثاني شرط انه يحمل الحجر اللي حمله جدي عياش ويمشي فيه 10 فشخات ويزده، على شرط يجي على بعد 4 فشخات، لانه جدي لما هجم على العسكر هجم هيك. بعدين لما لقطوه عذبوه عذبوه وخوزقوه لحتى مات. ياه يا لطيف، والله زنزل بدني. وصار هيك بعد منها كل واحد بده يستلم عقيد تكون فيها الشروط ويمرق بهالامتحان. ابن عمي هلا انت لما صرت عقيد عملت هالامتحان؟ لك شلون لك، كنا 3 قضايات وشهدت لنا الحاره كلياتها بالنخوه والشهامه والشرف. اول واحد ابو فخر اللحى، الثاني ابن عمه للمختار ابو وضاح، هدول عيلته هاجروا الحاره من زمان لانه قتلوا ابن ابو رضا المبيت، والثالث العبد لله. وقتها اجى المختار ابو وضاح اعطاني سلاحات جدي، السيف والترس والخنجر والعصاي. وتاني يوم من وش الصبح رحت على سوق النحاسين كتبوا اسمي عليهم، لانه لازم كل واحد بده يصير عقيد يكتبوا له اسمه على كل قطعه منها. وهيك صرت العقيد السابع بعد جدي رحمه الله عليه. اصبحنا واصبح الملك لله، لا اله الا الله. صباح الخير تقبرني.
صباح الخير، شلون راحت علي هيك غفوة وروحت صلاة الصبح بالجامع؟ والله ما بعرف، يمكن لأنه تأخرنا بالسهرة مبارح. لا حول ولا قوة إلا بالله، للحق لكان صلي قبل ما تطلع الشمس. أنا صليت ودعيت لك. تقبل الله منا ومنكم. مين هذا اللي جايينا من الصباح يا فتاح يا عليم؟ يا مختار. لك ايوه حسبي الله ونعم الوكيل. الله يسعدني صباحك. اهلين باب نجيب، لك خير؟ شو جايبك قبل الشحاده وبنتها؟ هاي جيت على الميعاد سيدي راسي. انو ميعاد؟ مو حضرتك قلت لي امبارح مر لعندي بكره الصباح مشان تحصل لي حقي؟ لك انو حق؟ حقي من اللحمه سيدي راسي، شباك لا تكون نسيت يا مختار، الله يسترك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ جايين من الصبح مشان اللحمة؟ والله يا مختار خفت إذا تأخرت ما لقيك، وبيني بينك خفت أب فخري نفق اللحمات. أب فخري فتح دكانته؟ فاتح سيد راسي، فاتح ليك وعم يدبح. بتروح لعنده بتقول له بيسلم عليك المختار وبيقول لك عطيني نص رطل لحمة هبرة وهو بيحاسبك. والقشة والراس سيد راسي؟ والقشة والراس والبطيخ المبسمر. مختار والله خايف إذا رحت لعند أب فخري ما يصدقني. ماشي، روح على الحاصل، خد ديبه معك خليه هو يقول له. إيه الله يخلينا المختار، كتر خيرك يا سيدي. مين هذا ابن عمي؟ هذا ابو نجيب. شو بده أبو نجيب؟ من امبارح لليوم لاحقني على شقفة لحمة. شقفة لحمة؟ إيه نعم شقفة لحمة. وين القهوة؟ على راسي تقبرني. يلا ساوي، يلا اتوضى. لا إله إلا الله. خيلك يا ربي، دخيلك تعافي لي إياه، دخيل اسمك أخذ شمعة على مقام سيدنا السروجي، دخيلك يا ربي. بيقول لك المختار عطيه لأبو نجيب نص رطل لحمة هبرة وقشة وراس ومقادم، وهو بيعطيك حقه، هي بدل حصته تبع دبايح مبارح. لك شو دبايح مبارح وحصته؟ أبو نجيب أخذ حصته كاملة مبارح وزيادة. إيه ما عجبته أخذها المختار مش هنورجيها، المختار أخذها وعطاها الحرمة فقيرة وقال له روح لعند أبو فخري بيعطيك غيره، راح هو أبو دعاس لقاك مسكر. عينك يا عمي، نية الصياد بمخلايته. ايه اصلح مي سيد راسي، اصلح مي بالعلاقة، خلصني مشيني، اصلح مي، مصلح عندي شغل. ولا ايش بدك يا ابن جي؟ اخي شو بدك فيني؟ شو خصك فيني؟ شو بدي سوي فيها؟ مثل ما بدي بسوي فيها، شو دخلك انت؟ ولك عمي بدي اعرف شو بدك تسوي فيها، يعني اذا بدك تطبخها هلا ولا بدك تسويها اورما؟ شنو اذا بدك اياها اورما؟ بدها تكون مدهنة شوي. هبرة! بدي اياها هبرة على الحل، الله يستر، لا تقعد تخبز الفرصة. بس يعني معيتك هيك شوية دهني على البيعة، يعني على البيعة. رجعلك راسي، راسي رجعلك راسي. وين ابن نجيب؟ ابن نجيب تعال لقيت لك صرماية مقلنة على كيف كيفك، ملبوسة لبس حشمة، تعال يسار. اتركوا اتركوا اتركوا، يروح هلا بيعملها على الطريق. روح روح ابن نجيب. شو بقى ابن نجيب يا جماعة؟ شو بقى؟ لك راكب مثل المرة المطلقة. مسكين حميد طلع معه فجأة، شوفت عينكم. الله عليك يا ابو فخري، الله عليك. ايه يا اخي يا محمد، طمني البنت ان شاء الله منيحة. الحمد لله أبو فخري، الحمد لله. يعني في تحسن إن شاء الله؟ لا والله يا أبو فخري، لا والله لسات البنت على حالها. معناتها وصفات أبو صفوان ما مشي حالها. نبي أمرك عمي أبو صفوان. الله يصبحكم بأنوار النبي. أهلين أبو صفوان. شكرا يا كبار. أهلين أبو صفوان. طب طب لأخوك أبو محمد، طب. شرف عمي. شرف يا سيدي. طب له أبو صلاح. سلمهم يا رب. العرق سوس الصبح ما في منه، بينشط القلب وبينشط الجسم كله. دمعه يا اخي ابو محمد، شلون البنت اليوم؟ والله يا ابو صفوان لساتها على حالها. يعني ما في تحسن بنوه؟ لا بلا، تحسنت مبارح واكلت وشربت، بس بعد اذان الفجر رجعت تعبت. منيح، معناتها حسب كلامك انه بالليل تحسنت، يعني شوي شوي باذن الله بتطيب. بس ديروا بالكم اوعوا توقفوا للدواء. ها لا، شو نوقف للدواء؟ اعوذ بالله. يا مو زهريه، ديروا بالكم على اختك. يا مو لوين رايحه؟ يا مو رايحه اشوف ام شاهر وام وضاح وام نصري، بدي هنيهم سلامه اولادهم. عيب، واجب ولازم اقوم فيه امي.
قلتي لأبي يامو؟ يو، شلون لكان؟ ليش في بالعادة اطلع من البيت بدون ما خبر أبوكي؟ برضاي عليك يا أمي، بس تخلصون أقولكم شوية برغول. حاضر يلا. خاطركم. الله معي. أخي أبو محمد، خلي أمرك بالله كبير. لا إله إلا الله. إذا ما استفادت خذها لعند الشيخ جوهر، عم بيقولوا ما بو شي وبيطلع معه. والله يا بريضة ما بدي كذب عليك، أنا كنت ناوي أخذها، بس من كام يوم سمعت الشيخ نزير عم بيقول إنه هذا زلمة مشعوذ وكذاب. هلا أنت شو خسران؟ خلينا نجرب. والله خايف ارتكب اسمه حرمانية إذا أخذتها لعنده يا بريضة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا الحق معك. على كل حال اصبر لك يومين ثلاثة نشوف نتيجة حكمة أبو صفوان. وأنا هيك عم بقول لحالي. تحسين، تحسين، قوم. قوم. ليل عجيب. قوم. شو شو هاد؟ مين كابب علي مي؟ مي ما مانا شامم ريحتك. قوم غير وعيتها لعندي. قوم بح عليك من بين رجال. شو بيعرفني؟ أمك بدها اياك تتجوز بنت خالتك. انا شايفها مو مناسبه بنت خالتك. قال لا بدها اياها لانه هي بنت اختها وبتقوم فيها بالكبر. ايه بس لا انا ماني عم فكر بالزواج، يعني لسه بكير شوي. لا لا ابني شو بكير؟ صار لازم تتزوج. بلا بلا يا ابني اتزوج، بس يعني لسه ما قال الاوان. لا يا ابي لا، قال الاوان ومن زمان كمان. انا خاطر لي زوجك واحده من التنتين، يا اما بنت عمتك ام وضاع، يا اما بنت عمك ابو عبده. يا بي انا بدي احكي معك بصراحه. ايه يا بي احكي. شو علي احكي؟ يعني انا من بعد اذنك عم فكر اتزوج من برات الحاره. شو من برات الحاره؟ لك ابي ما بتسمع المثل شو بيقول؟ يلي بياخد من غير ملته بيموت بعلته. بعدين بيقولوا انه زيوان البلد ولا محل جلا. بس يا بي انا اللي عم فكر فيه غير هيك. يعني في حدا في وحده براسها؟ اي والله في. ومين المحروسه؟ يعني بنت مين بتكون؟ بنت سالم بيك، لمحتها هديك اليوم وقت رحت لعندهم مشان احلى لابوها. شو بنت سالم بيك؟ يا حبيبي ونحن قد البكوات. ولك يا ابني بنت البيك بدها بيك. بعدين مين قال لك انه سالم بيك بيرضى يعطيك بنته؟ مش انا شو بني يا بي؟ والبيك بشو احسن مني؟ لك ابني البكوات ما بيعطوا الا لبعضه. يعني ما بتروح تخطب لي اياها؟ لك ابني مو هيك بخطب لك اياها، بس يعني انا ناقصني بهدلي باخر حياتي. طيب يا بي اذا انت ما حاب تروح انا بروح بخطبها لحالي. انت عندك مانع شيء؟ لك ابني انا ما عندي مانع، بس ما بدي اياك تتبهدل او انه سالم بيك يعادينا. ما لنا قده لك ابني. طيب يا بي خلص خلص مثل ما بدك روق. هيك يسلم لي عينك. لك روح الله يرضى عليك. بدها تروح على بيت ام وضاح وبيت ام شاهر وبيت ام مصري. بجوز لبعض العصر ما تجي. اشتغلي لك ايه امك. معناتها ام مالها هون وابوهم بالدكانه. لك قوي قلبك تحسين وانزهي لوي قلبك. دخيلك يا ام علي يا امي. الله لا يوفقك يا ابن الحرام. الله يخرب بيتك. الله يستقبل فيك. نزل عليكم يا امو. لا يا امو لو ما رشيتي كان نزل عليك. ان شاء الله بينزل بمنازلهم يا حق. ومنخلص منه إلهي وانت جاهي. خلص يا مو خلص ما عاد اطلع. فوتوا فوتوا لجوا. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. والله هلا لأقول لأبي خليه يذبحه ويريحنا منه. لا يا مو رضاي عليك لا تجيبي سيرة لأبوكي. لازم احكي له لابو ادهم ولا احكي له لام ادهم وهي بتحكي له؟
إذا دري أبو أدهم ما رح يتحمل، إبي جوز يروح يذبحوا دغري ومنصير نحن السبب أنا وبناتي ومنفضح بالحارة، ولا جوزي إي والله بيطلقني. أحسن شي روح أحكي للمختار وهو بيلاقي له تصريفي على أهون سبب، بس شلون بدي روح بدون علم جوزي؟ على كل حال هلأ ما لحقت روح لعند أم وضاح مشان هنية بسلامة وضاح، بس يجي أبو محمد بأمن فيه وبروح لعنده وبحجتها بحكي للمختار، وهيك بتكون روحتي عبيت المختار عادية وجوزي بيكون ما دري بشي. تقبرني حط لك مي مشان ما تعطش الطريق. لك يا رويدة شو رايح على الصحراء أنا؟ ما طريقي كله مي وفي وخطرة. شو يا بي؟ عندك سبق خيل اليوم؟ لا يا بي، بدي أطلع المزرعة الشق عليها، صار لي زمان ما طلعت. يا بي خدني معك، والله داخلي من هالبيت. وين بدك تروحي وتتركيني لحالي؟ ما شايف العالم عم يجوا يهنوني بسلامة أخوكي؟ عادي عادي. خلاص يا بي ولا يهمك، إن شاء الله بس يتحسن أخوكي منروح كلياتنا ومنعدنا يومين ثلاثة، وأنا اليوم فهم منوري تعزل المزرعة أوضة أوضة منيحة؟ يعني جهز الحبل مشان تعملي مرجوحة هونيك بالمزرعة. ها لعيونك أحلى مرجوحة يا بي. صغيرة لأنه لا تتمرجح يا بعدي. أبو حمام شفي على القطعة سيد راشي، شفي على القطعة. هاي جديدة ولا مقلنة؟ تزعل منك أبو حمد؟ ها شو مقلنة؟ جديدة سيد راسي، جديدة الله وكيلك جديدة. يا ابن نجيب طالما عندك واحدة جديدة ليش ما بتلبسها أحسن ما تبيعها وتشتري واحدة مقلنة؟ شو هالسيد راسي؟ شو تفضلتوا سيدي؟ بدك يعني البسها لهي؟ ايه. ما بسخة يا ابو محمد، والله ما بسخة، بعدين بحقها بجيب أربعة مقلنين ما بسخة. يعني عريشك يا ابن نجيب، بس باين انت قطعة نظيفة. ها نظيفة من وين جايبها؟ هذا يا سيدي من لا انت في لي رفيق باسطنبول بيعزني كتير كتير بيعزني، جاب لي هدية. يعني حريشك على السردة هي. ولك انت يا ابن نجيب رفقت بالحارة ما عندك، بدي يكون في عندك رفيق باسطنبول. أبو حماد خود مني بالأخير، الله وكيلك بخلق أهل الحارة ما بيتصاحبوا سيد راسي، ما بيتصاحبوا الله وكيلك. سيدي خلينا بنوام ولا هل شو بدنا بيها العي مشان الله. أبو حماد اللي قديش تسوى ليك يا ابن نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقة خير ابو محمد خير. شوفي يا سيدي عندي قطعة مرتبة غير شكل. هي شو هي القطعة؟ صباط اسطنبولي جاي هدية لابو نجيب، قلت لحالي من اول ما شفته ما في حدا بيفهم بهيك شغلات غير ابو خيره. ايه ايه لا اسطنبولية ملوكية اصلية. عجبتك يعني؟ ايه عجبتني، حط لي اياها بالكيس لقلك. ايه ها يستر عرضك سيد هاشم. بطلن بيع سيدي، بطلن بيع الله يستر. لك شو صار لك؟ انا اعطيها للزلمه بده يشتريها. اخي ما بدي بيع. لك معقوله؟ لك اعطيتك اياها لحتى تلبسها بتقوم تيجي بدك تبيعها بس مو الحق عليك؟ في ناس احق منك فيها. لا والله ما بدي اخذها. والله هي وفقك محمد، الله لا يوفقك يا محمد. دعاس انت ويوسف وابو سطيف تديروا بالكم على الحاصل بغيابي. تأمر معلم. ويا واش يا واش على الشغيله. ها حاضر معلم. ديبو نط سناول التنبر والحاني على المزرعه وجيب معك الفانوس لانه بجوز نتمثل نرجع. تأمر معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك معلم. الله ييسر لك. الله يديمك بامان الله. يسر لك ربي بيوفقك يا معلم. امين يا رب. الله عليك يا ابو نجيب، بدي ابيعه لك. ايه والله عجبك على العمله. هذا الزلمه طول حياته هيك بيجمع بالمصاري وبيعرف حاله من كل شيء. لك وسمعت انه ابن نجيب طفش من الحاره بسبب طبع ابوه، مضبوط الحكي؟ ايه بلا قلع من البيت مشان شويه قهور ما اشتهى ياكلون. لا ونجيب ولد شغيل وتعيب، كان يطلع من اذان الصبح يجرها كراجة مثل القديش هيك لاذان المغرب، وكان كل شيء طالعه ياخذ ابوه منه. والله لا يعطيك العافيه يا ابن نجيب، مشان شويه قهور ما بيقلع الولاد. لا والمسكين وين ما عاد كان يفتحوا له سيره ابوه على ضحك ومسخره. الولد ما عاد يتحمل، طفش من الحاره وما حدا عرف وين اراضيه. اي والله معه حق. هات لنشوف شو فيها الكزيطه. والله يا ابو زهدي في اخبار لا بتفرح ولا بتسر. خير خير، شغلت لي بالي.
الحرب على الآني وكل ما لها عم تقرب صوبنا. وين على الآني بقى؟ بأوروبا ومو مطولة توصل لعنا. يا لطيف، مشان هيك أخذ عسكر شغال على أبو جنب. أي نعم. لك إن شاء الله بتسلمي لقلبي على هالركان. إيه والله والله عمك أبو وضاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. يا عفاف، عفاف مور ابن عمي، جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينيك. من عيوني. روحي صبوحة شوفي لي. حاضر يا بي. يسلموا. مين؟ خالي أبو قاعود وخالي أبو دياب يا بي. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا أهلا بالعقيد. أهلا سهر. أهلا أبو دياب. أهلا عقيد. والله شرفتوا. أهلا أختي الله يرضى عليك. يا ميت أهلا وسهلا. يا ميت أهلا وسهلا شرفتوا. نجوحة تعي تعي. تفضلوا. كيفك سهر شو أخبارك؟ يا ميت أهلا وسهلا. الله يخلي لي إياك يا رب. أهلا ابن عمي. أهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو شلون دلال؟ الحمد لله على حالها. ما بعرف ليش انشغل بالي عليها، لما تسكرت دكانتي قلت لحالي اجي شوفها. إيه لكن ما زالك اجيت ابن عمي، رح اوصل لعند ام وضاح هنيه بسلامه ابنها، وانت بتبقى عند البنات لبين ما رجعت. يا بديع، انا سكرت دكانتي مشان اجي شق على البنت وارجع، وين بدك تروحي وتتركيني؟ ولك يا رجال، والله مو حلوه ما روح هنيه للمخلوقه بسلامه ابنها، الواجب واجب. مو هيك علمتني ابن عمي؟ ولا انا غلطانه؟ لا ماني غلطانة. روحي اعملي هالواجب ورجعي، بس لا تتعوقي. ابن عمي الله يخليك، لا تطلع من البيت لحتى ارجع، لانه البنات صايرين عم بيخافوا. اوف، الدنيا نهار، من شو عم بيخافوا؟ والله ما بعرف ليش صايرين عم بيخافوا. رح روح البس ملايتي. اهلا وسهلا بالمختار. يا ميت اهلا بمعلمنا. اهلين وسهلين باب نوري. شلونك وشلون العيال؟ الحمد لله بخير، الله كرمنا بفضله وخيره. لا اله الا الله. شو اخبار الموسم السنه؟ الحمد لله، مثل ما لك شايف ماشي حاله. الحمد لله. ابو نوري يرضى عليك، زبط لي القعده لبين ما شق على البستان. على عيني معلم. يا اهلين وسهلين، تفضل. اهلين، ان شاء الله الحمد لله على سلامته، والله يعافي لك اياه يا ام وضاح. الله يسلم لي اياك يا رب، ويطعمك الصبي بجاه حبيبنا محمد. تسلمي ان شاء الله. شو وينها سميحه لكان؟ حبيبتي عم تتغسل. ايه حمام الهنا ان شاء الله. شلونن البنات؟ اخ اخ يا ام وضاح، والله عندي هالصغيره. مين دلاء؟ اضرب عليها ان شاء الله. خير شو بها؟ والله صار لها كام يوم ضعفانه. معفاي ان شاء الله وما على قلب شر. تفضلي تفضلي. ابن عمي الاكل جاهز. يلا يلا تفضلوا على الميسور. يلا اهلا وسهلا. شو سهر ليش معذب حالك؟ لا 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 لا، لا تكون معتبرنا غربة ولا نحن ضيوف. لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله. شري علي سهر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل ابو دياب. هاتي يا ماما. يلا يلا. شو هاد اختي؟ شو هالخير كله؟ الله يجعله عامر. الله يجعله عامر يا رب. اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا. ايه سهر ما قلت لي؟ الله شو بموضوع الورثه؟ والله يا أبو قاعود أنا مو من حقي أحكي بهالموضوع بنوب. لا سهري من حقك، مرتك إلى حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان، ونحنا بنصفي الورثة وكل واحد ياخد حقه. إيه شو عليه حق؟ حق عفاف رح تاخده مصاري، والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه، والبوايك نحنا الأربعة عم نشتغل فيه. أبو قاعود أجل لي هالموضوع لبعدين. قول. رح أكل سهري رح أكل. سهري ليكون مالا خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها. لا يا ابو دياب لا، يا عيب الشوم هي ما حبيتها منك بنوب. اخي مشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف. عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب، نحن اللي عنا مكفينا ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر. بس يا ابو دياب
أنا عم بحكي. أمرك أخي، بس قلت لحالي يعني بركدان صهري أبو أدهم عنده رأي تاني أو رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك. الله يسامحك يا أبو دياب، هاي ما حبيتها منك بنوب. تفضل واكيد. والله منضل ميتين منه رعبة يا أم وضح، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. يا لطيف، لهالدرجة وصلت معه؟ الله وكيلك، الله وكيلك. لو ما الله دخيل اسمه واقف جنبنا بالوقت والساعة، ما حتى كان هالواطي نزل على البنات. أعوذ بالله على الحكي، وكيف تارك البنات لحاله؟ لا أيو، شلون تاركتهم لحالهم؟ إيه والله ما عدت استرجيت أتركهم لحالهم لحظة واحدة. أبوهن عندهم تقبريني. وأبوهن دري بهالقصة؟ لا أيو، إيه والله ما يدرى لحتى يشرب من دمه. مثل ما بتعرفي يا موضع، جوزي غريب ووحداني، ونحن حريمات، مالنا غير الله وهو. لهيك قلت لحالي بخبر عمي أبو غضاح، بركي بيلاقي لنا حل لهالمشكلة. وأبو أدهم ما دري بهالقصة؟ والله الأخر ما استرجيت خبره يا موضح. تعرفي أبو أدهم عصبي ودمه حام، خفت إذا خبرته يروح يذبحه وننفضح نكون نحن السبب وتصير قصتنا على كل لسان. خير ما عملتي، ولا يهمك، طولي بالك. هلأ بس يجي أبو وضح أنا بحكي له، وهو بيحط له حد. أعوذ بالله ما يدرى بهالقصة ليطير عقله، ما بيهون عليه بهالحكي بنوب بنوب. بس دخيلك، دخيلك يا أم وضح، ما بدي حدا يضرب قصتنا غيركم، وأهم شي جوزي ما يعرف. أعوذ بالله، إيه أسرار الناس كلها عند أبو وضح، إبير ما له قرار. الله يسلم لي الديات. دياتك يا معلم. هيك لك هاد، قلت لي أبو نزهة اللعوب. إيه والله اللعوب. هو الحرامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولمين سلموا المخترة بعدين؟ لا ابن الشيخ إبراهيم، تعرفه؟ إيه ما بعرف غيره، الله يرحم أبوه، كان أبوه من أهل الله. إيه والله، كل أهل الضيعة بتحبه. إيه عندك عندك، الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. أهلين ديبو، أهلين. أهلين ديبو، صار لك زمان ما أجيت لعنا. والله بس يأمرني المختار إجي بجي، أمري بإيد الله وبإيده. الله يعطيك العافية ديبو، برضاي عليك سيك ديشة الحنتور عطشانة. عمرك عود ديبو، عود اشرب شاي وأنا بسقيها. عود صب شاي خالي صب. عمرك مختار. يا ميت أهلين وسهلين بأبو وضاح. أهلين أختي منوري، الله يسلم الديات. هدول المشمشات من المشمشة البلدية، ما بخلي حدا يقرب عليها، خاص نص لإلك. الله يديمك يا منوري. شلونك ديبو؟ الحمد لله، الله يقويكي. ليش ما جبت معك أم وضاح وسميحة خانو؟ إيه والله اشتقنا لهون. ذكرتيني، نحن إن شاء الله بهالكم يوم يمكن نجي نقعد لنا شوي. بقى الله يرضى عليكي بدي همتك أنت ونبيها تعزلونا المزرعة والقوض جوا. إيه هي تجي وبتلاقي كل شي جاهز، ليش في عنا أغلى من أم وضاح وسميحة خانو؟ الله يفرحك فيها ووضاح، قادر يا كريم. ويفرحك بحبايبك إن شاء الله. وبدي اياك يا شيخة زمزم تجيبي لي وضاح على قفاه وتخليه ما يعرف حلوه. والله يا اختي هاي الشغله بدها الشيخ جوهر، انا ما بقدر عليها. استني لشوف لك يا اذا فاضي ولا لا. لا الله يخليكي، خليه يفضى، ما بقدر اجي مشوار تاني. يا اختي الشغله مو بايدي، اذا كانوا عنده اخواته حاضرين ما بقدر يحكي مع حدا. ليش اخواته عنده؟ لك الملك الاسود والملك الاحمر، هدول ما بيتركوه بنوب. فضايلك لو والله واحد. اصحك تفكري بالشيخ بشي عاطل، لأنهم بيشوفوكي بسمعوكي. هي أنا نبهتك، انتبهي، بينبهوكي أول مرة بعدين تصطفلي. ما دخلني أنا أوعك. شو الصفحة هاي؟ يا سيدي هي بدها تخطب بنتها لواحد اسمه وضاح واسم أمه رويدة، وبنتها اسمها زكية واسم أمها صبحية. شلون؟ الأم زكية والبنت صبحية؟ لك لا، البنت زكية والأم صبحية، بس وضاح ما بده وأمه ما بده إياها، بده واحدة اسمها رويدة على اسم أمه. يلا قوم اقطع الخيط. أيوة. والله مو بعيدة يكونوا كذابين.
بتضايق له والله واحد دستور من خاطركم. يا لطيف يا لطيف. اوعك تعيدي مره ثانيه، ولو بتكوني باخر الدنيا بيجيبوكي ويمسكوكي وبيمسخوكي وبيعملوكي معزايه عم تمعي ليل نهار. لا دخيلك ببوس ايدك. يو شو معزايه؟ قولي على قامتي. انا حذرتك ونبهتك. والله ما عتعيدها ما عتعيدها بحياتي. شو بدنا نساوي هلا؟ الشيخ زعل منك هو واخواته الملوك. استسمحي لي منه، داخلي على الله وعليكي. كل شيء الا زعل الشيخ واخواته الملوك. ماشي رح حاول معه، بس لانك ادميه وبنت حلال، ولا لو وحده ثانيه غيرك ما دخلني. تصطفل منا الهم لملوك الجان. يا ربي سامحني يا رب يا رب. والله بعينته هالشيخ، شيخ له انتو واخواته. يلا الشيخ عم يستناكي. ان شاء الله رضي يسامحني. ايه حكيت معه لكان. يلا الحقيني تعي. يعطيك العافية شيخي. عدي عدي. ايه بقعد. أنا شيخي جايتك مشان. اسكتي أنت. اسكتي. وضاح ابن الريدة. إيه شيخي؟ إيه هو؟ زكية بن صبحية. إيه؟ إيه هي؟ وأنت صبحية. إيه شيخي؟ إيه أنا صبحية. كم سحارة صاروا ديبو؟ بخير الله عشرة. ايه الحمد لله. ابن نورية؟ مأمور معلم. الله يرضى عليك، تبعت سحارة لمختار الضيعة وسحارة لشيخ الجامع. والله مبارح يا مختار بعت لهم وقلت اكيد انت رح تنبسط من هالشي. اكيد الله يجزيك الخير ويبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلصت سقاية يا بي؟ ايه يا بي، سقيت البستان كله. الله يبارك فيك يا نوري. شو ابو نوري؟ بدنا تشد همتك بقى وتخطب له. التخت والمراية علي، بس انت تلحلح شوي. كتر خيرك يا معلمي. الله يفرحك ويوضع على قريب بجاه الحبيب محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ايه عمي ديبو، الله يرضى عليك، سبقني انت على الحارة وانا لاحق. حاضر. تمرشي قبل ما امشي؟ ديبو يرضى عليك، بتقيم سحارتين، واحدة بدي ابعتها للشيخ وضاح المطلق، وواحدة إلنا بالبيت، والباقي بتوزعهم على أهل الحارة. واللبنات والجبنات تحطهم بالبيت. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. موسم عام نوال كان أحسن. المشمشات لحالهم كانوا يرمونهم شي 350 سحارة. يا سيدي الحمد لله. الله يبارك، دائما الله يبارك يا ابو نوري. ايه عمي، الدريبة اللي عم يمروا من قدام الشجر عم ياكلوا منه؟ شو ياكلوا ما ياكلوا مختار؟ ايه عليم الله اللي بيمد ايده على مشمشاي وحدة بكسر له اياها وبحمله اياها كمان. ايه مبارح شو مسكت لك راعي غنم كان عم ياكل من هالمشمشات. ايه والله دقيته قتلي حشك ولبك يا مختار على كيفك. لا لا هي ما حبيتها منك نوري منوب. شوف عمي، الدريبة كلهم بياكلوا، هذا الشجر إذا ما أكلوا منه اللي بيمشوا قدامه الله ما بيبارك فيه. اتفقنا؟ أمرك مختار. مين؟ أنا أبو حدو. مين يا شهيرة؟ هذا جوزي أبو حدو. جوزك؟ أمك وأختك لسه ما أجوا؟ لا لسه ما أجوا. هفوتي لجوا. علي يا ابو حدو. مرحبا فهد. علي يا ابو حدو، شرف تفضل. شريف شريف. يلا يلا. دخيلك يا ربي، حتى جوزي صرت محرومه من شوفته. ما بكفي عامليني خدامه، شغل ليل نهار لا طلع ولا فوته. لك حتى ابو حدو نسي العشره ونسيني ونسي ابنه. رح فيقه خليه يبكي بركداً إذا أبوه سمع صوته عم يبكي بحن. أهلي يا بحدو. أهلي يا فهد، طمني شو صرت؟ الحمد لله أحسن.
هذا مو صوت حدو يلعبكي؟ يمكن ايه. يستر على حريماتك، يستر على حريماتك يا عفاف. اشتقت له، بدي اشوفه، قلبي نشف على شوفته. شو انا بحدو؟ لتكون ضعفة. لسا ما جربت يا عفاف، لسا ما جربت الضنا. الضنا غالي. الله يطعمك. ايه مالي شي، استبر لك كم يوم، كابر على حالك. شبنا شو قصدك يعني؟ خلص بعدين تفهم. لا تخافي، يعني حلوانك عندي اكيد اكيد شو ما صارها، يعني حلوانك عندي. خلص لا تنسي لي شغله وطا. توكلي على الله ام صفوان. ولك الويدا مو هي المقطعه ام صفوان؟ ما بعرف يامو، بس والله يمكن هي. يا بعد لداء السن، شو عم تعمل هون؟ مرت عمي، مرت عمي، امي عاوزتك. يي هي انتو، والله ما عرفتكم. يو اي، بس نحن عرفناكي يا بعدي. خير خير ان شاء الله، اهلا وسهلا. خير ان شاء الله، شايفتك طالعه من بيت الشيخ جوهر، الله يجعله خير يا حق. صفوان ابني تقبريني، والله جاي علي شويه وجع راس، قلت لروح لعند الشيخه زمزم، خلي الشيخ جوهر يعمل له حجاب. ووضح شبه. سمعتك عم تقولي لا تنسيلي شغلة وضاح. وضاح. ايه قلت لحالي يعني بطريقي بعمل له حجاب من العين. ايوه من العين، الله يجزيك الخير. يلا بخاطركم. الله معك والقلب داعي لك. ان شاء الله بتروحي فرم الهي. امشوا يا موت. اسمع على الحكي، كمان بدو يعني يروح شق على شاهر؟ يضرب هو وشاهر؟ بأمري ما حبيتهم ولا طقتهم ولا حسيت بلهفة ناحيتهم. لك يا أخي ما بطيقون. أصلاً أنا ما حبيت بكل هالحارة هي غير واحدة بس، مقدها. هي أحلى كاستين شاي للأبضايات. يا مو، مين في عند أخوكي بالمضافة؟ أبو حدو. أبو حدو؟ يو أمي، وأنتي ليش عم تبكي؟ أخوكي ضربك شي؟ شو فيها يا مو؟ أخوها وضربها بيموت. أنتي سكري تمك ولا تتدخلي ولا كلمة. قلي لي يا مو، هلأ جوزك وأخوكي اتخانقوا شي؟ لا يا مو لا، أنا متضايقة شوي. يو أضرب عليك على حظك المعتر. طيب لك أمي، بلكي جوزك جاي ياخدك عبيتك. أخدني عبيتي؟ إيه مو بعيدة يا تقبري أمك، مو بعيدة. هلأ إذا وافق أخوكي بتقومي بتبوسي إيد أخوكي وإيد جوزك وبتطلبي من جوزك السماح. إيه؟ هو ياخدني على بيتي واللي بده يا بيصير. زهدي شبر، مو هداك يا بصياح؟ مين بصياح؟ هلأ ما عاد تعرفه لا بصياح مصري. اي والله فكري شيء اب صياح، وينه؟ ماني شايفه. شح قدامك قاعد على حجر عياش. لك ايه والله، قوم لنسلم عليه ونشوف شو عنده قصص جديده. انا قصص ما قصص، اي بحياته ما عاد يكذب كذبه بعد البدن اللي اكله من ابو شرار. روح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلونك ابو ضاي؟ اهلين اهلين بالشباب، اهلين ابو صياح. اهلين بالابضايا، اعدوا اعدوا ابضايات اعدوا. لك 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 اب صياح، لك وشك كانه لساته ورمان لهلا. أبو صياح، شو ما بدك تاخد قطارك من أبو شراء؟ كل شيء وقته حلو أبو ضاي. والله لك أنا مستغرب لك أبو ضاي، شلون بتخلي واحد مثل أبو شراء يعلم عليك؟ لأنه أنا بفهم بالأصول، لأنه بيكون أبو شراء ابن عمه للعقيد أبو أدهم معلمي، ما حلو مد إيدي عليه، بس لولا هيك والله كنت مسحت فيه الأرض. شو بتساوي يعني؟ بمسكه من خوانيقه، بنطحه على الأرض. إي بدعكه 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 وبنحشه. أبو صياح، لك مو هذا أبو شرار؟ ها؟ وينه؟ لك استنى استنى، ما هو مو هو مو هو. أي شو قلت لي بدك تعمل فيه؟ بدي أفعصه بهالحجر. أوف، ليش فيك تحمل حجر عياش أبو صياح؟ أي بحمله، بحمل أبوه كمان. شو يا مو؟ راح صهرك؟ مين صهري؟ يو اسمعوا على هالسمع، شو مين صهرك؟ صهرك ابو حدو. قصدك اللي كان صهري؟ يو على هالسمع، شو قصدك امي؟ خلاص يا مو خلاص، ابو حدو نسيها لشهيرة.
يعني امي هو ما جاب سيرة شهيرة ابنه؟ ابنه الزلمة جاي يطمن علي. هو ابنه ما سأل عنه؟ ما طلب يشوفه؟ ما سأل عنه ولا شيء. بعدين يا هو بحده معه حق، ويكتر خيره الزلمة، ستر علينا وما جاب سيرة لحد على هالقصة. لا تلومي يا مو، لا تلومي. لا أبو أدهم مو هيك. أبو أدهم رجال معدل وقضايا وزقرت وكل عمره عايش على العز والنعم. لا أخي لا، أنت ما اشتلقت عليه كيف تغير لونه وصار بده يغير الحديث لما كنت عم تحكي عن حصة عفاف والورثة. يعني صهري أبو أدهم بده حصة عفاف من البوايك والبيت وما بده ياخد مصاري؟ إيه ما فشرت عينه؟ ما بيطلع له معنا شيء؟ بس والله صهري أبو أدهم بيحبنا وما بظن أنه صهركن عنده والله كافيه، ولا مفكر بورتة حرمته ولا برزقتها. وشلون صار جرحك يا بي؟ الحمد لله يا بي أحسن. الحمد لله. ديبو جابلكن سحارة المشموش؟ ايه ابن عمي يسلموا ايديك، بس سحارة واحدة ما بتكفيها، لأنه بدي أعمل مع عود ممروت ومع عود مفقش وشوية أمر الدين. بس تروحي على المزرعة جيبي شو ما بدك وفقشي ومرتي اللي بدك يا. ليش يا بي أنت رح نروح على المزرعة؟ بهالكم يوم إن شاء الله يا بي، أنا وصيت منوري وبنتها يقلفطوا المزرعة كلها. وين قايم يا مو؟ يا مو بدي يطلع على غطي يرتاح شوي. طلع ريح يا بي طلع. يلا تصبحوا على خير. وانت من أهله حبيبي. الله معك. قومي سميحة شوفي مين. على عيني. مين بده يجينا بهالليل؟ احكي له قصة تحسين مع بيت أبو محمد هلأ ولا بعدين؟ هذا عمي أبو سليمان يا أبي. اللهم اجعله خير. آمين. والله يا ابن عمي هالولاد تعبين كتير، وسليمان مثل ما بتعرف من يوم ما حمل حجر عياش انكسر وصفي عطيلة، وسليم من يوم ما قتل رضا الله يرحمه وما بشوفه بالشهر مرة طايش حجره، وفارس كمان من يوم ما اتجوز راح سكن بالصالحية، وضليت أنا وهالحرمة وهالعطيلة سليمان بهالمزرعة منشتغل أنا وهالحرمة على قد مروتنا، وسليمان بيساوي كياس ورق، وكل ما جمعنا قرشين بيجي سليم بياخده، وفارس كل شهرين ثلاثة بيجي بياخد المونة وبيروح، وما بشوف منهم ولا نقلة. لا تزعل مني ابن عمي، انت دللتهم كتير بصغرون، وسليم قتل رضا ظلما وعدوانا، وامه لرضا الله يرحمها ماتت من حرقة قلبها على ابنها، وبرضا لهلا ابنه ما عم يطلع من راسه، الدم تقيل وما بينتسى لك يا ابن عمي. سيدي المكتوب ما منه مهروب. ماشي يلا بساح وشك بالرحمن وصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. ايه ابن عمي درينا انه وضاح مجروح، شلونه؟ لا الحمد لله جرحه بسيط وعم يتعافى. الحمد لله على سلامته. اليوم الصبح لا درينا بالخبر، وبالنهار ما منقدر نجي مشان ابو رضا اذا شاف بده يتذكر ابنه ويفور دمه، مشان هيك جيت بالليل. اهلا وسهلا فيك، امتى ما اجيت البيت بيتك لك ابن عمي، عن اذنك شوي. الموضح رضاي عليك يساوينا لقمة عشاء لابن عمي أبو سليمان. اتكي وبيكون جاهز ابن عمي. قومي يا مو قومي ساعديني. بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نعيمه. ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعل. ما اختلفنا، بس كأنه أخواتك ما لهم خاطر أن يكون لك حصة بالبوايك والبيت، وأنا بشوف أنه معهم حق. الجماعة أخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم، ما بدون حدا براني يدخل بيناتهم، وهذا حقهم. إلا كان يعطوني حق حصتي المصاري. أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود إنه الجماعة متدينة شوي، ونحن والحمد لله لك عفاف، الله ما نعم علينا. بدك رأيي؟ فوتي حقك لأخواتك وسامحيهم، هيك بتكسبي مودتهم ومودة أولادهم، وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة. يعني ابن عمي أنت إلك خاطر إني فوت حقي؟ شوفي عفاف،
أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك إنك ما تاخدي حقك، بس أنت وازنية بعقلك، إذا أنت تنازلتي لون رح يلاقوها حلوة كتير منك. تقبر قلبي يا حق، طول عمرك شهم وقبضاء، نفسك عفيفة. لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله ذكره الطيب، ويكون بصحته وعافيته هو وعياله، ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه. وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك أنا رب العالمين رضيان علي لأنه جمعني فيك. هيك كنا مش نايمين نحسنين، اسا بنعمل هالبرمي بنرجع على الكركوك بنشوفوا لهذا الباشاويش نايم من دفس بنحط راسنا ومننام. يا خي الحاره امان في شيء بيخوف، يعني شايف الاضويه مش شاعله، جوز انطفوا من الهواء. قولتك شرفوا. اشتلقوا عليك؟ لك لا ما اشتلقوا، سمعتهم عم بيحكوا مع بعضهم انهم رايحين يناموا وما حد رح يرجعوا. اكيد هيك سمعتهم عم يقولوا. لك ايه اكيد اكيد. يلا 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 لسي يا لسي. أنو غلّي قديش طلعوا؟ لك أربع خمس براغيت قديه بدهم يطلعوا يعني؟ تحسين؟ شو في بالجيب الثاني؟ ما فيها شي، فيها هي غلة الخان ما حدا يقرب عليها. غلة الخان؟ أه يا واطي يا حرامي، قسما بالله هي غلة الخان أبو علوش. طلع فيها، طلع فيها تحسين. تحسين برسانة تحسين؟ بعد لشوف ولا لا أطلع بروحك يا تحسين. لك حرامي، أنت حرامي. الله يسامحك يا أبو علوش، بعدين نحكي فيهم هدول. يلا يلا حارق. خالصين؟ خالصين. هلا بنروح نتقاسم. لك شو بدك تفضحنا انت؟ تحسين بكره بتجي ونتقاسم المصاري بكره ونتقاسم الاغراض بكره. مش مش يلا يلا. السلام. ليش هيك معنك كل الاولاد؟ يسعد صباحك ابو ياسين. اهلين فخري، الله يصحك بانوار النبي. شلونك محمد؟ اهلين ابو الفخر. يا ابي الله يسعد صباحك. شو ابو ياسين؟ ايه باينت صاحبك بصراحه، فاتي على بكير اليوم. ايه والله هيك باين، هذا يمكن هربان من مرته على بكير. حلوه عجبتني انا، منين خطرت لك هي؟ يا ديبو ديبو. أهلين أبو صادق. مرحبا ديبو. أهلين. شو المختار مو؟ بالبيت لسه ما أجا. الله يرضى عليك يا ديبو، رونا ديلو خليني يمشي قبل ما تشوف بالدنيا. بسرعة الله خليك. يلا يلا تكرم. عبد الله ياني أنت نزورة. آه طفي الشوباك يا حبا. أهلين عرفان. أهلين يا حبي. طفي يا عرفان. طفي يا ياسين. إيه والله إنك مديا. يا اخي شو بعرف انت مصايبها؟ اللهم لا اسالك رد القضاء. دمعة الله يبارك له. على كيفك عمي؟ قريب عليك. شو اسلوب صلاح من الحركة اليوم؟ ان شاء الله الف دايمة. صحتين وهنا تقبرني. يا رب. ابن عمي بدي اقول لك شغلة.
قولي. أم محمد الاسكافي امبارح اجت لعندي. ميت أهلا وسهلا. إيه بس المخلوقة متضايقة كتير. خير شبه؟ هذا تحسين ابن عمه لأبو أدهم. شبه تحسين؟ لشوف ميم. صباح الخير معلمين. أهلين خالي ديبو. أبو السادي عم يستناك قدام الحاصل، قال عاوزك ضروري ضروري. يلا سبقني بقول له جاي. أمر شي معلمين. سلامتك. يلا خاطرك موضح. مع السلامة الله معك. الله يقصف عمره هالأم عبده، شلون شافتني وعرفتني. والله بكرة لا تفضحني بالحارة، وخصوصي إذا حكيت لأم وضاح. هي من غير شي ما بطيني. شلون إذا عرفت إني عم روح لعند الشيخ جوهر مشان أعمل له عمل لأبنها؟ ولي على قامتي، شو عملت بحالي أنا؟ شو بدي ساوي هلأ؟ إيوا والله مالي غير إسبقها لعند أم وضاح وقطع عليها الطريق. شو هاي شغلة وضاح يا ترى؟ مرت عمي أم صفوان عم توصي مرت الشيخ جوهر إنها ما تنساها؟ غريبة. وما أنت فايت بنوب من حكمة أبو صفوان؟ لا والله يا فخري لا والله، البنت كل ما لها لورا. معناتها ما صفي قدامنا غير الشيخ جوهر، عم يقولوا كتير منيح وما بيصعب عليه شيء. يا أخي فكرت بالشيخ جوهر، بس الشيخ جوهر عم بيقول عنه شيخ نزير مش عاوز وكذاب. لك لا شو كذاب، والله في كتير ناس تفادوا على يدي للزلمة يعني، بس هو الشيخ نزير ما بيطلع. السلام عليكم. أهلين أهلين أبو نجيب. أهلين أبو نجيب. خير إن شاء الله، ما بتشوف إلا الخير سيد راسي. شو خير؟ مشان كرت دكاكين سيدي. شبنا أبو نجيب لسه شهر ما خلاص. شو الحكي؟ مين قال لك ما خلاص؟ امبارح اطلعت على الهلال شفته. شو الحكي سيد راسي؟ أعوذ بالله خلاص. لا أنا سيدو ما خلاص، لسه الهلال ليهل بده يومين ثلاثة. هلا يومين ثلاثة بيناتنا سيد راسي يا فخر شباب. أي يا أبو نجيب في فرق، بس يهل الهلال تجي تاني يوم تاخد حقك عدوز بار عمي. شو يا سيد راسي؟ شو عليه يومين ثلاثة يومين ثلاثة؟ الله يسامحك يا فخر الله يسامحك. والله مالي نفس اضحك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بخيره. شرف تفضل. خير شو بدك كرمي؟ قال بده كرت دكاكين لسه شهر ما خلاص. ضربة تخلع رقبته ان شاء الله. خير ابو محمد؟ خير شايفك مو على بعضك. خير شو صار؟ سيدو بعيد عن احبابك يعني، بنته مرضانه شوي وحكمة ابو صفوان ما اثرت فيها. اخي بسيطة ابو محمد بسيطة. لك شو بسيطة يا ابو خيرو؟ شو بسيطة؟ البنت رح تروح من بين ايدي. لا اسمع لك، بتاخذها على خستخانة الغربة، هي اللي فتحتها الدولة. هنيك في حكمة دارسين وفهمانين، خذها لهنيك وتوكل على الله. والله ما بعرف. اخي ابو محمد اسمع مني وخذها على الخستخانة. يلا ربي يشفيها ويعافيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو ابو الفخر؟ أخذها على الخستخانة؟ لك لا شو تأخذها على الخستخانة؟ يعني الله يرحمه أبو عارف ما تهني. إيه والحل؟ الحل ما لك غير الشيخ جوهر. مرحبا عمي يا فخري. أهلين. كنت بدي أشتري من عند عمي أبو صلاح ملح، ما لقيته بدكانة. وين بده يروح يعني عمو؟ روح شوفه عند أبو صفوان، عند أبو ياسين، عند أبو رضا. عمرك عمي. أهلين. شو حكايته أبو صلاح؟ دكانته مفتوحة من قبل ما تفتح دكانتي، يعني من قبل طلوع الضوء ما شفته ولا له حركة. لك ايه والله انا هي. قوم فخري قوم شوف شو الحكاية. يلا قوم قوم. صلاح. يا صلاح. يا عم شو هاد يا اخو محمد؟ ليك؟ يا عم لك قفل مكسور ومحل فاضي كانوا مسروق. لك ابو زيدي يا ابو صفوان ابو ياسين ابو رضا. لك كل سرعة محلة بسرعة يا عالم. لعب شو الحكي؟ ايه والله لا حول ولا قوة الا بالله. شوف شوف مسكين يا ابو صلاح على سرعة بحالة العياش. عمرو مصاري عمرو لحالي ليش فاتح بكير ابو صلاح؟ وينه ابو صلاح هلا؟ وينه ابو صلاح؟ شو في يا جماعة شو في؟ لك كل سرعة محلك يا ابو صلاح. شو هدول؟ هاتي حالك هاتي حالك. طول بالك طول بالك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
خرب بيتي الله يخرب بيتهم يحتك حريش الشغله. وكل الله صلاح وكل الله بيتك عامر ما بينخرب ونحن موجودين. نحن يستوطوا حياتنا ويسرقوا لنا الدكان بسيطه الا ما اعرفهم. صلاح الله يرضى عليك روح خبر المختار وانت يا ابو صلاح روح خبر كركون. وش بده يسوي لي كركون؟ شو بده يسوي لي كركون يا ابو صفوان؟ يا ابو صلاح ما بيصير لازم الكركون والمختار والعقيد ابو ادهم يدروا بالقصة. لك لك روح بسرعه يلا روح يلا روح روح صلي على النبي. والله ومسكتك يا كرنيبي يا شرني. وقال شو؟ بتنظنظ لي حاله وبتتمسكن وبتقول أن غشيمه يا بعدي وبحياتها لا راحت على الشيوخ ولا بتعرف بهالشغلات. الله لا يوفقك يا صبحية. قال أم صفوان قال إن شاء الله ما بتشوفي الصفا والهنا بحياتك يا مقوصة يا محورقة. معناتها من هيك عبده تغير من يوم ما أخذ بنتها. يا ترى كم حجاب صارت عاملتله؟ والله أعلم شو عم تسقي والطعميه كمان. لا هاي شغلة ما بينسكت عنا بنوب. إيه والله بتروح لي الصبي. يامو شبك شبك شوفي يامو شو بوضح؟ آه؟ يعني ليش لحتى مرت عمي أم صفوان تساوي له حجاب عند الشيخ جوهر؟ يو وانت شو دخلك بهالقصة آه؟ شو دخلك فيها؟ تمام شيكو زعل شيكو زعل. حضرة الباشاويش إن شاء الله بوصلتوا لشي. أكيد يا فندم أكيد. شو حضرة الباشاويش بيّن معكم شي؟ طبعاً أول باشتان هذا مش واحد نفر هرامي، هذا تنين نفر هرامي. أها ولا فكرناك عرفت الحرامي. وتاني باشتان هذا ولد حرامي سراق أكيد كان في معه حديدة شاكوش يعني قاينجا. يعني أكيد بده يكون معه حديدة، شلون بيخلع الباب يعني باشاويش؟ يعني انت في عندك معلومات مين هو هرامي؟ انت لازم بيروح معي كركون مشان يعطي نحن معلومات. لك شو معلومات ما معلومات؟ انا ما بعرف شيء. انا السلام عليكم. وعليكم السلام مختار افندم نصي سن. شو حضرة الباشاويش طلع معكم شيء ان شاء الله؟ معلوم مختار افندم أول خيط صار هون بإيد حضرتنا. أخ عال ما في أحلى من هيك. بس هذا الولد جزار في عنده معلومات مهمات ومفيدات لازم بيروح كاركون. أيوة. لسه بيقول لي معلومات ما معلومات. أخ عمي أنا معلومات يوك يعني يوك. لا 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 أنت في معلومات. جيناكم يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا شار.